تمام. انت فكرة تاسك يعني، لا جاوب تاسك. انا ما عدتش بين التاسك ولا ايه؟ لا تاسك اتنين. مش خلاص، انت مش عامل شير سكرين. ما انا عارف، ماشي انا بس هيكون كده. لا في واحد واخد 3 لايكات اهو دلوقتي. تعالوا نعمل شير سكرين نشوفوا اللي انا بشوفه. بص ماشي، الناس اللي بتحضر دي ده واخد 1 لايك او 1 لايك، وده واخد 3، فانت واخد 3 ده، وده واخد 2 لايك او 2 نور. ماشي عادي. عارف ازاي انا بفتح التاب كده او اللينك في نيو تاب من غير رايت كليك؟ سؤال للكل، ازاي كنترول بفتحها؟ اللي هو في الماوس. ماشي، طريقة تانية غير كنترول الكل ما والماوس، اعرفش كنترول والماوس، كنترول انتر. بالظبط. انتر ايه؟ انتر ايه؟ اذا كنت انا بكليك بالماوس، جبت الانتر منين؟ إيه؟ والله طيب جوجل هو اللي بيقول مش انا. كمان بتغش. ماشي، ده في الهوم وفي الاباوت اس، ايه بيجز عندنا؟ لوكا تيبل. ماشي، لا حلوة بس مش قوي، بس ماشي شكلها مش وحش. ودي السبيشاليتيز، ده الفوتر العجيب. انت عندي الليفل نظرة، دي عندي نظرة إبداعية مش كده؟ أكيد طبعا يا باشمهندس عمار. ماشي طيب، انتوا فاكرين احنا عملنا السيشن اللي فات؟ احنا عاملين فايل كده مختار من الناس اسمه يو ار ال. ايوه صح، كتبنا طب فاكر كان ايه لازمته؟ فيه الصفحات اللي هتتحط. دي مش اجابه سؤالي. ايه لازمته؟ مش بقول احنا عملنا فيه ايه؟ او نحط بمعنى صح، ليه كتبنا فيه الصفحات اللي هتتحط؟ اوت لاينز كده لايه اللي هيحصل، يعني ايه اللي احنا هنعمله. هو حسب ما انا مش فاهم عشان خاطر يعني لو غيرنا فرضا بعدين كبر المشروع وغيرنا اي عنوان، فيبقى هنا في اليو ار ال، واحنا كده كده بنستورد اليو ار ال دوت هناك في اي صفحة تاني، ما نعوزش نغير في كذا صفحة تاني، انما الله نغير في ينور مكان عليك واحد. بالظبط كده. انا بجمع كل الداوت بتاعتي، يبقى ليها سنجل ريسبونسابيلتي من مكان واحد، محدش ليه انه يغير في اي شكل من اشكال الراوتس حتى الهوم الا الفايل ده. دي برضه من الحاجات اللي محدش بياخد باله منها، دي اصلا اسمها سنجل ريسبونسابيلتي، دي من الحاجات المهمه في الكونسيبت بتاعت البروجرامنج عموما. خلي الحاجة متمركزة في مكان واحد بحيث ان هي اي تعديل اقدر اعدلها من هنا بسهولة. طيب عندنا كام بيج؟ هوم، نفهم، كونتاكت، اباوت، يعني 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18 19 21 22 25 29، حوالي 30 بيج، مور اور ليس 30 بيج. اللي انا قلت لكم من شويه اللي احنا هنعمله، اللي محتاج جرد القهوه، تتوقعوا هيكون عباره عن ايه؟ عايز حد لماح وليه 3 دايموند، لو عارف يقولها صح ياخد 3 دايموند، بس افتكر ان هو ياخد 3 دايموند. هو ايه السؤال معلش؟ ايه اللي احنا اللي انا قلت ان انا في حاجه محتاجين تبقوا مركزين فيها، وكل واحد يجهز جردل للقهوه، افتكروا انا هعمل ايه في السيشن دي؟ بيز ستراكشر بمونجز للمشروع ككل، يعني لان يعني احنا نهندل المشروع اللي معانا ده. نبدا نهيئ الكونفجز اللي فيه، ونبدا نعمل المين فايلز اللي هتبدا ان هي
تستراكشر المشروع ككل يعني، ونبدا جميل نحط ديزاين سيستم او ستراكشر ثابت عشان نبدا نشتغل عليه بعد كده. فربط حلو الملفات والكلام ده ببعضه طبيعي ان هو يحتاج مجهود، لان احنا اول مره نتعرض جزئيه منجز يعني، طبيعي ان انت تقول حاجه زي كده. انا بستشف بس مش عارف. ماشي، تقريبا قربت بنسبة كبيرة جدا. ممكن ان احنا هنقسم الصفحات دي لموديولز، نعمل ايه؟ هنقسم الصفحات دي لموديولز، كل موديول يعني الصفحات حلو بتاعته وظبط الراوتنج بتاعهم يعني. جميل، قربتي برضه. ها حد عنده رأي تاني؟ هل ممكن نعمل بروجكت ستراكشر؟ لا ايه ماشي، هو مور اور ليس ده اللي هم قالوه تقريبا، بروجكت ستراكشر ده فعلا احنا هنعمله، مش كده انا بقول لهم احنا هنعمله. هو في حاجه انا عايز اعملها؟ اول حاجه يا باشمهندس، المفروض انا اعمل المين فايل اللي المفروض اخد اصلا الراوتس دي اللي هيحصل لما اضغط عليها. فبالتالي المين فايل بتاعي اللي هبدا بيه المشروع هيكون ايه؟ حلو ومثلا لما اضغط على لوجن المفروض هروح ادور على ايه؟ فبالتالي مثلا لو اقسم موديولز يبقى المفروض اكون عامل مثلا حاجه زي بروفايدر مثلا، ابدا ان انا اقول منه البيج دي. جميل. طيب هو انتوا كلكم اجابتكم مع بعض مجتمعه صح. هو اللي انا عايز اعمله طبعا هو مستحيل عقلا ونقلا ان انا اعرف اعمله النهارده الا لو فضلنا سهرانين للفجر. فبالتالي انا هعزف عن الفكره اللي في دماغي، وده لسبب واحد مش اكتر، ان انتوا لو كان كل اللي موجودين فاهمين منجز رياكت راوتر بشكل كويس وفاهمين الاتوم بشكل كويس كنا ننجز حوالي 60 70% من لوجيك المشروع كله النهارده. بس بما ان ده ما حصلش فبالتالي مش هنعرف نعمل الكلام ده. شفت احنا عملنا ايه في السيشن بتاعت التشيس؟ نفس الكونسيبت بس على وتيره اسرع شويه. وبالتالي اللي احنا هنعمله زي ما مصطفى قال، اول حاجه نبدا نجهز الفولدرات بتاعتنا. انا هشرح لكم موديول واحد ببنيه ازاي، بعد كده هقول لكم هنبنيه ازاي بسرعه بعد ما اشرح لكم الفكره. خلونا نشغل الاول السيرفر. يلا تعال ناخد موديول بسيط زي الكونتاكت اس. كونتاكت اس بنسبه 99% بيكون موديول وذ وان بيج. تمام. موديول ستراكشر، احنا اول حاجه قلنا ان المشروع هيتقسم لموديولز مش بيجز، وده عشان احنا شغالين سي اس ار. لو كنا شغالين اس اس ار زي مثلا نكست كان الموضوع متقسم بيجز كان هيبقى كويس. طب ليه هنقسمه موديولز؟ والمناسبه يعني برضه حتى كونسبت الموديول برضه هنستخدمه ان شاء الله في النكست بروجكت اللي هنعمله ان شاء الله بنكست، هيكون موديولز برضه. بس انا بتكلم تقسيمه الفايلات او تقسيمه المشروع تبقى موديولز للليزي لودنج. يعني ايه ليزي لودنج؟ ان انا عايز على قد ما اقدر اسبليت الكود بحيث ان انا اخلي اليوزر يحمل الملفات الخاصه بالجافا سكريبت او السي اس اس على قد القدر اللي محتاجه. يعني مثلا الجي اس كور او الاساسيات بتاعت المشروع اللي لازم تكون موجوده عشان البروجكت يتم يقوم، دي اول حاجه هنحملها. دي هي مثلا الراوتر، الستارتنج بتاعنا، الكونفجريشن، دي كده كده ايا كان الصفحه اللي هتدخل فيها هتتحمل، الاند بوينت وهكذا. الحاجة التانية هبدأ بقى من كل بيج أنا بدخل عليها ببدأ ألود الملف البروفايدر أو الموديول الخاص بيه. في الفيديو بتاع الأكس راوتر إحنا قلنا إن المشروع بينقسم لمجموعة من الأبس، بحيث إن أنا ممكن يبقى في عندي اليو أي في عندي الأدمن أب. تمام. فأنا عندي بالنسبة لي اليو أي أو الفرونت أوفيس، أنا غالبا مسميه فرونت أوفيس، اللي هي الواجهة الأمامية للمشروع، والأب أو ما الأدمن أسف الأدمن أب ما يطلق عليه بالباك اوفيس او الادمن داشبورد، واحيانا برضه بيقولوا عليها باك اند. كلهم مصطلحات شائعه، المهم انك تبقى فاهم ان المصطلح ده مقصود بيه. النقطه الثانيه ان انا عندي المشروع قلنا بيتقسم للاب، انا يعني ممكن عندي الاب الواحد يكون فيه بيجز كتير، سواء الادمن او الويب سايت. احنا عندنا في الويب سايت لغايه دلوقتي يعني مور اور ليس 30 بيج، فدول كتير جدا لو في عندك كميه كومبوننتس كتيره فيها. فالفكره كلها ان احنا نقسم المشروع لاب، وكل اب بيتقسم لمجموعه من الموديول. اب مجموعه من الموديول، الموديول ده بيبقى عباره عن بنسبه 90%
one page or more. One page or more زي ايه مثلا؟ الكونتاكت اصلا عندي ده موديول بيمانج. هنا برضو خليني اشرح الاول يعني ايه موديول بالنسبه لي او بالطريقه اللي انا بشتغل بيها. اي حاجه ريليتد ببعض ككونسبت بحطها في فولدر واحد. يعني مثلا عندي الجزء الخاص بال ممكن نقول ايه؟ بلوج مثلا، سيكشن البلوج ده بالنسبه لي موديول. هو في كام بيج؟ في تو بيجز في الغالب. الليستنج بتاعتها البوست ليست، واللي هي بيبقى اصلا صفحه البلوج، وصفحه البوست ديتيلز بيج. فالاثنين دولت مرتبطين ببعض ككونسبت، فانا بحطهم مع بعض في فولدر بسميه بلوج. الموديول استراكشر انا هتكلم عليه دلوقتي بس اشرح الحته دي. الموديول بالنسبه لي كيو اي بقى هو بيشيل بيج او اكتر، واحيانا ما بيشيلش اي بيج اي بيجز. زي ايه مثلا؟ زي الشيرد او الكومون موديولز، اللي هي مثلا ممكن موديول يبقى خاص بالسيتنجز بس، بكل منه سيتنجز، بجيب سيتنجز، بابديت سيتنجز، حاجه خاصه مثلا بال حاجه جنرال مثلا او اليوتيليتيز ممكن اعملها كموديول. عايز اظبط اليو ار ال ستراكشر بتاع الايمج، عايز فانكشن مثلا او احط هوكس مثلا لل شيرد هوكس بستخدمها مثلا في اكتر من موديول. فبالتالي بيبقى عندي موديول هو بطبيعته مش بيج او اكتر، لكنه بيسيرف او بيخدم على الموديول الثانيه. فاحنا عندنا دي اور نو بيج، عندنا دي انواع الموديول. احنا قلنا الموديول هو كونسبت او كل حاجه ريليتد مع بعض بتتحط في مكان واحد. ايه الاستراكشر بتاع الموديول اللي انا بشتغل بيه؟ اول حاجه الموديول عندي، اول حاجه بيبقى في عندي ملف البروفايدر. ملف البروفايدر ده الانتري بوينت بتاعتي، اول حاجه بحملها. تمام؟ طيب ملف البروفايدر ده بنسبه 90% بحط فيه اي حاجه خاصه بالترجمه، لو انا عندي ترجمه خاصه بالموديول ده بس. يعني مثلا عندي كلمات مش هستخدمها غير في صفحه البلوج او موديول البلوج، خلاص يبقى اعمل ملف ترجمه فولدر البلوج واحطه على قد الترجمه بتاعته. فبالتالي انا عملت ريديوس لحجم ملف الترجمه الكلي او العام، وقسمت جزء خاص بالبلوج لان انا مش هتحمل غير في الموديول ده بس. فممكن احط اعمل امبورت للترجمه جواه. والحاجه الثانيه والاساسيه هي الراوتر، وده الملف الاساسي اللي بيشغل او اللي بيلود المسؤول عن عمليه لودنج البيجز، اللي هو الملف ده الانتري بوينت بتاع اي موديول بالنسبه لي. انا بحطه في الفولدر الفرونت اوفيس. بالنسبه لي الموديول هو الاسم ده، الموديول عندي النيم ده اسم الاب، وكده كل موديول ده الاسم بتاعه هو اسم الفولدر. الانتري بوينت دي تاني عشان الناس ما شافتش الفيديو دي، لا انا بقول له هنا عشان اقدر اثبت الكود واعرف انا محتاج احمل انهي موديول عن طريق اليو ار ال. انا بقول له حط لي اول سيكشن او اول سيجمنت من اليو ار ال، وعلى اساسه انا احمل الموديول دوت. بحيث ان انا مثلا عندي حاجه زي بلوج، وعندي مثلا سلاش بلوج سلاش الرقم مثلا سلاش هلو وورلد بوست. فعندي دول تو بيجز، دي بتعرض الليست ودي بتعرض الديتيل. فبالنسبه لي الاثنين دولت انا عايز اعملهم لود لموديول واحد اللي هو البلوج. فبالتالي هاجي هنا اقول له ايه؟ هاجي اعرف هنا انتري بلوج بس، اكتب سلاش بلوج، ما بكتبش الاثنين. انا بكتب طالما ان الاثنين بيبداوا بنفس الشيء اللي هو سلاش بلوج، هو ده الوحيد اللي بكتبه. الاكونت عندي عشان في اكتر من مسار مش كلهم سلاش اكونت، فبالتالي بعرفهم كلهم. انا بكتب البدايه فقط ما بكتبش الراوت بالكامل. هنا في الكيس دي هقول له ايه؟ نيم لوج. طيب احنا كده اتكلمنا عن الاستراكشر الخاص بالموديول، قلنا الكونسبت الخاص بالموديول، وقلنا الموديول اصلا الانتري بوينت بتاعتي هي ملف الراوتر. فايل الكونفجريشن الخاص بالراوتر اللي هسأله برضه في الفيديو، اللي هو الراوتر داش كونفجريشن، ده انا شرحته باستفاضه في الفيديو بتاعه، مش هتفرق ليه هنا. والفايل ده لما تيجي تبدا بروجكت جديد انت ما بتعملوش، هو بينزل لك جاهز، انت ممكن تموديفاي عليه حسب انت محتاجه. الموديول استراكشر عندي بيكون عباره عن ايه؟ عندي الموديول بيكون جواه بروفايدر، احنا قلنا ده الانتري بوينت، ملف الراوت سوري ملف الراوت بتاعي هنخليهم بال لور كيس، بروفايدر دوت بي اكس دوت بي اكس، دول الاثنين الاساسيين اللي عندك. الحاجه الثالثه اللي اكتب كينزو فولدر بيجز،
اللي بيتحط فيه بيجز كومبوننت. في عندي فولدر ثاني اسمه كومبوننت هتكلم عنه، ممكن يبقى عندي فولدر لليوتيلز، وعندي فولدر للهوكس برضو صح، وعندي فولدر للسيرفيسز. طيب دول الحاجات الاساسيه. طيب سريعا كده، فولدر البيجز انا بعرف فيه الكومبوننت بتاعت البيج. احنا عندنا الكومبوننت يوم اكتر منه، في بيبقى كومبوننت كارير بتشيل اكتر من كومبوننت، زي ايه مثلا؟ البيزلي اوت. البيزلي اوت ده اللي اوت المشتركه اللي بيبقى شايله الهيدر والفوتر والكونتنت بتاع البيج. فعندي كومبوننت تانيه بتاكت از بيج، يعني انا ما بستخدمهاش في حته تانيه غير الصفحه اللي انا بعمل ريندر ليها. دي اللي احنا بنحطها هنا في الفولدر دي. زي مثلا لو هنيجي نتكلم على الكيس بتاعت البلوج، فاجي اقول له بلوج بيج واقول له بوست ديتيل، ودايما انا بفضل الكومبوننت دي الاسم بتاعي ينتهي بكلمه بيج عشان اقدر اميز ان دي البيج بتاعتي. الجزئيه الثانيه فولدر الكومبوننت. فولدر الكومبوننت انا بحط فيه كل كومبوننت انا ممكن استخدمها في اكتر من بيج، او ممكن استخدمها في موديول تاني. زي ايه مثلا؟ هناخد مثال عملي. انا عندي السكشن ده فيه الاشكال دي اللي هي الكارد دي، البوست كارد دي. وفي عندي بيج تاني في السكشن ده، في السكشن ده سبيشال، وده بنسبه كبيره موجود عندي في الهوم بره. شايفين السكشن ده كان موجود في البيج من تو البيجز اللي قبل اللي فاتت، وعندي السكشن ده متكرر تاني. السكشن ده خاص بالميلز، فبالتالي ده هحطه جوه فولدر الكومبوننتس لان انا بستخدمه اكتر من مره. طيب لو البيج نفسها فيها كومبوننتس خاصه بيها هي فقط، مش هستخدمها في اكتر من مكان، يبقى ساعتها اعملها جوه البيج. يعني مثلا عندي عندي مثلا في البوست ديتيلز عايز اعمل سيكشن بيمانج الجزء الخاص بالبوست تايتل مثلا، دي مش هستخدمها غير في البيج هنا، يبقى اعملها جوه الفولدر خلاص. يبقى انا عملت كده انكابسوليشن لكل الكومبوننتس الخاصه بالبوست ديتيلز بيج جوه. حاجات هتبقى مشتركه يبقى اعرفها هنا. تمام. اليوتيلز عندي بتشيل التايبس دوت بي اس، ده غالبا بحط فيه تايبس لو عندي تايبس مشتركه او تايبس لداتا بعرفها هنا. زي ايه مثلا؟ ايه التايب ممكن اعرفه هنا؟ ممكن اقول تايب بوست يساوي رد على في الداتا بتاعته. ده طبعا هنستخدمه في اكتر من مكان، مش في بيج، لا اكتر من كومبوننت هيكون ليها استخدام بشكل كبير. ويبقى في الغالب عندي فايل الكونستنتس، وانا بفضل انا اسميه فلاج، حاجه اقدر اخزن فيها اي داتا انا هحتاج استخدمها اكتر من مره. يعني مثلا عندي بقول مثلا اليوزر مثلا انت عايز تشتري او عايز تدفع مثلا اونلاين ولا لما تيجي تستلم، فممكن اعرف الدليفري ميثودز اللي هو بيك اب او دليفري، فممكن اعرف كده كونست اريبس او دليفري ميثودز واعرف التو كيز جوه. وبرضه ممكن يشيل ملف اللوكال تو بي اس، ملف الترجمه. الهوكس من اسمه بعرف في اي هوك، ودايما انا بفضل احط جواها فايل اسمه اندكس دوت بي اس، باكسبورت اي حاجه. يعني مثلا لو عندي يوز بوست مثلا اعمل له اكسبورت هنا، بحيث ان انا لما اجي اعمل امبورت يبقى اكتب على طول المسار يبقى عندي ايه، اب سلاش بوست سلاش هوكس. لو تكون نضيف ابن ناس مش محتاج على حوالين نفسي. ليه بقى؟ طب انا عايز اغير اسمه بعد كده اخليه يوز بوست ديتيل، مش محتاج على الف بقى في كل مكان، لا لان انا عامل امبورت على طول من الاندكس مش من الملف ده. فدي نقطه مهمه تاخدوا بالكم منها في البروجكت ستراكشر. السيرفيسز بالنسبه لي هي اي كي اي الاي بي اي، اي ريكوست اعمل انا ما بستخدمش الاي بي اي بشكل مباشر جوه الهوك جوه الكومبوننت، ان انا اجي اكتب مثلا يوز افكت مثلا اكسيوس لان ده اللي بحصل بوست اسف جيت سلاش بوست سلاش، واجي اكتب بعد كده الفرام دوت اي دي، كمل ده الكود بتاعي. لا انا ما بكتبش كده، اللي انا بكتبه يو افكت جيت بوست وابعت الفرام دوت اي دي، كمل شويه. هنا الكود بتاعك كلين وبنسبه كبيره، بنسبه 100% تقريبا في اكثر من ريكويست او سيرفيس بس في اكتر من مكان.
مكان واحد بس. فبالتالي لازم يكون بتاع بقى منظم ابن ناس سهل ان انا اعدل او اطور فيه بعد كده براحتي. ده بالنسبه للفولدر سيرفيس. اتفضلي يا هبه. هي الاي كي اي دي اختصار ايه؟ ايه اي كي اي also الاي كي known as اي كي اي also known as يعني دي ده اوبشنال يعني احطها او لا؟ يعني لا ده فولدر ولا لا انا بقول لك ويسمى ايضا اي بي اي. اي كي اي ده اختصار انجلش شورت هاند اختصار. يعني لو جيت تمام قلت له مثلا سالنا عن كوبايلوت قلنا له اي كي اي ومعروف ايضا ب انا السيرفيس مقصود بيها اي بي اي بس هو نسبيا مور اور ليس هو تمام ستاندرد يعني مسمى ستاندرد مش اكتر. دي بالنسبه لنا هي تمام تقسيمه الموديول ده بالنسبه لي كده عباره عن موديول ابن ناس. بالنسبه لملفات الستايل كان عندنا الستايل حاجه من الاثنين يا ساس احنا ما بنشتغلش سي اس اس في جميع احوالنا يا ستايل كومبوننت. تمام انا بفضل ان الملف الستايل يعني مثلا عندنا البوست ديتيلز بيج ده اصلا بيكون عباره عن ايه بوست ديتيلز بوست ديتيلز بيج دوت بي اس اكس وعندي ملف الاندكس دوت بي اس ده انا بعمل فيه اكسبورت ليه وعندي ملف الستايل بتاعي دوت موديول دوت اس 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 خاص بنفسه. لو شغال بتايب سكريبت في الغالب انا بفضل اسميه بالمنظر ده. ده لو عندي فايبس برضو بعرفه كده بس لو عندي ملف بسميه لو بي اس بس لو شغال بستايل دو كومبوننت اي واي واحيانا بسميه كده بس غالبا ده بيبقى المسمى الاشهر يعني. طب ليه انا بكتب او ليه بفضل ان انا اكتب اسم الكومبوننت؟ لان انا ممكن اجي ابحث يعني بص اوريكم حاجه ده اللي انا اقصده اكتب كلمه راوت بص لاقي كام راوت اتنين انا اصلا الموقع فاضي يعني اوريت لكم بروجكت كامل لازم اخد بالي من المسمى الموجود هنا الراوت لينك. فبالنسبه لي بتبقى مور ريدابل واسهل واسرع في القراءه. ده كده بالنسبه لي بيقول ابن ناس اشتغل عليه. اتفضل. معلش يا هندسة، ملف ال index.ts ده شايل ايه؟ بيكسبورت الكومبوننت الاساسيه بشكل اساسي واي حاجه تانية ممكن احتاج ان اعمل لها اكسبورت بس بنسبه 99% لو انا شغال ككومبوننت بيكسبورت الكومبوننت بس لان انا مش محتاج اكسبورت الستايل ولا التايبس. ممكن التايبس برضو لو انا عامل تايبس للكومبوننت دي فقط ممكن اعملها اكسبورت هي كمان لكن اي حاجه خاصه بالستايلز بنسبه 90% لو الكومبوننت دي مش بتكسبورت ستايلز اصلا مش طبيعتها ستايلنج كومبوننت يعني هي اللي بتعمل ستايل فغالبا ما بعملش اكسبورت غير الكومبوننت نفسها. واحنا ليه مثلا ما نعملش اكسبورت من الملف الكومبوننت ذات نفسه ده الاندكس؟ عشان الاستراكشر بتاعك يبقى يعني بص كده يعني في الامبورت، يعني انا فاهم الامبورت هنجيب اسم الملف بس، يعني بوست ديتيلز بيج ده اللي هيجي صح؟ بوست سلاش بيجز سلاش بوست ده اللي انت هتعمله او كده. انا مش عايزه كده انا عايزه كده اوكي، ما انا تمام يعني عشان الحتة دي بس انا شاطر. بس غير كده مش البوينت الثانيه برضو دي انا قلتها من شويه لما قلتها كنت بتكلم على الهوك ان انا ممكن اعمل رينيم للفايل ده مستقبلا او اعمل له سبليت لاكثر من حاجه فما اقعدش اوجع دماغي. انا دايما بفضل ما في الاندكس ده يبقى الانتري بوينت بتاعتك المركزيه اللي بتشيل كل حاجه ثانيه. دايما خلي الشغل بتاعك يبقى منظم على قد ما تقدر وكل حاجه انكابسوليت على نفسها لان انت المفروض لما تيجي تستخدم او تمبورت الكومبوننت دي انت ما تعرفش ايه اصلا اللي بيحصل جوه في المطبخ بتاعه. كل واحد قافل على نفسه وده الملف ده اللي متصدر ده الواجهه الاعلاميه بتاعه. اوكي شكرا جدا. الاستراكشر العفوي الاستراكشر بتاع الموديول في حد عنده اي حاجه مش واضحه فيه اي نقطه مش واضحه فيه الاستراكشر؟ انا مش هعيد الكلام ده تاني المفروض ان انتوا تكونوا شفتوا الفيديو او تعيدوا السيشن ديت تاني على اليوتيوب ان شاء الله لو حد سقط. ده بالنسبه لاي موديول هنبدا نكتب. في برضه حته مهمه في برضه فولدر الاتوم. الاتومز ده اللي هو لو انت شغال ريدكس هيبقى غالبا انت مستور. احنا هنشتغل بالاتومز كاسيت مانجمنت مش مستور وهنشوف يعني لو حد شغال بريدكس هيشوف الفرق في المعاناه اللي هو بيشتغل بيها
مقارنة بالأفنس إن شاء الله. طيب فولدر اليوتيلز زي ما قلت لكم من شوية، ده غالبا بحط فيه الهيلبرز بتاعتي اللي بتسهل عليا الشغل كله. زي إيه مثلا؟ زي الملف ده. الملف ده أنا تقريبا من ساعة ما بدأت أشتغل رياكت وهو طول عمره موجود عندي في أي مشروع أنا بشتغل عليه. فكرته إن أنا بعمل جروبنج للراوتس كلها في مكان واحد. يعني إيه؟ أنا عندي الموقع أو الديزاين ده، ده فيه إيه؟ في الهيدر بتاع اللي فوق ده، في عندنا الكونتنت وفي عندنا الفوت، صح؟ فأنا عندي بعمل فانكشن بقول له دي بيبقى فيها اللي اوت بيجز مثلا، او اي او اللي اوت راوتس. ده عباره عن ايه؟ انا بعرفه فيه الاري اللي فيها الكومبوننتس او البيجز اللي هتستخدم اللي اوت. ازيدك من الشعر بيت، انا في عندي راوتس بتسمح ممكن نقول عليها البابليك راوتس زي الهوم، اي حد ممكن يدخل عليه سواء يوزر او جيست. وفي عندي راوتس ثانيه بتبقى بنسميها جاردد راوتس، زي ايه مثلا؟ زي الاكونت بروفايل، زي صفحه الاوردرز، زي صفحه تفاصيل الاوردر، صفحه اوردر تراك مثلا ممكن اخليها جاردد. يعني ايه جاردد؟ يعني ما ينفعش حد يدخل عليها الا يوزر وعامل لوجن والاكونت بتاعه شغال. وفي عندي النوع الثالث من الراوت اسمه ريفرس جاردد راوتس. دي ايه فكرتها؟ عندي مجموعه من الصفحات ما ينفعش اليوزر اللي عامل لوجن يدخل عليها، ولو دخل عليها اعمل له ريدايركت على الهوم او الاكونت. زي ايه مثلا؟ انا عامل لوجن، فمش طبيعي ان انا ادخل على راوت سلاش لوجن او سلاش كريت اكونت او سلاش فورجيت باسورد او سلاش ريست باسورد. انا عامل لوجن، فبالتالي اصلا الصفحه دي ما ينفعش تظهر لي في الاساس، ولو دخلت عليها عن طريق غلط او ان انا عامل باك او حد اداني لينك ما ينفعش تظهر لي. انت عامل اكونت فما ينفعش اقول لك خش اعمل اكونت تاني وانت عامل لوجن اصلا باكونت. فدي بالنسبه لي الريفرس جاردن راوت، تبقى راوت محميه ان هي تمنع اليوزر انه ياكسسها بناء على كونديشن معين. في برضو غالبا حاجه تانية بشتغل بيها، تعال نشوفها الاول هنا ما شفتش الديزاين بتاعها، اللي هي الاكونت بيج، الاكونت سيكشن او الكاستمر اكونت داشبورد. انا مش شايف من الخط الصغير ده، بس غالبا مش موجودة أصلا، مش موجودة. تعال نشوف البيجز هنا، هذا دي اللي كنت فاتحها دلوقتي. الأكونت، فكرة الأكونت إن أنا تعال نشوف الأستاذ التاني ده. في الغالب بيكون في عندي سايد بار على الشمال هنا بيعرض لي فيه اللينكات بتاعت الأكونت، زي مثلا البروفايل أبديت التشينج باسورد وهكذا. تعال نشوف كده، انت عارف ده غالبا مشروع شغال صح؟ غالبا ده وورد بريس او حاجه، فهتلاقي اللينكات دي مش ستاتيك. ماشي، هبقى لكم ان شاء الله مستقبلا. طيب في كمان صفحه احنا نسيناها، انا لسه واخد بالي منها، انا كده ما كتبناش صفحه السيرش. مين؟ ما سمعتش اللي قال ايه قالوا تاني. ماشي، ففكرة عندي ان في عندي لي اوت تانية للاكونت بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عندي عبارة عن الهيدر بلس السايد بار على الشمال هنا والفوتر تحت، ده مشترك ما بينهم هما التلاتة. فعندي بس الكونتنت اللي في النص هو اللي بيتغير على حسب الصفحة اللي انا فيها. دي فكره الراوتس هنا، دي البابليك راوتس، انا بقول ان هي جزء من البيزلي اوت واعرف الراوتس لسه بتاعتي. الجاردد راوتس هي نفس القصه، جزء من البيزلي اوت، بس انا بقول له لا ده انا كان عندي ميدل وير جاردن. لو جينا بصينا على الجاردن ده عباره عن ايه؟ انا بقول له لو اليوزر مش عامل لوجن او ده جيست يوزر ودي على اللوجن، لا انت لازم عشان تخش تبقى عامل لوجن. الريفرس جاردن هو العكس، لو اليوزر عامل لوجن او مش جيست ودي على اللوجن. دي فكرة الراوتس عندنا أو فكرة الميدل وير، أنا أتكلم عليها بصفة أكتر. أنا هسيبك من الأو تي بي دي. الريفرس جاردن راوتس دي اللي إحنا قلنا عليها من شوية، والأكونت راوتس هي المفروض إن إحنا يبقى في عندنا لي أوت تانية الأكونت لي أوت، ودي هنتكلم عليها إن شاء الله لما ندخل على صفحات البروفايل. فدي فكرة الفولدر الخاص بيها كده.
حط بقى فيه ترانسليشن بشكل عام، البارسنج ايرور بتاع البارسنج ايرور دوت. انت حضرتك اشتغل منه بعدين وننسح. ولا خليك ماشي. فولدر الشيرد انا بحط فيه الحاجات الاساسيه، بالذات انا عندي المشروع فيه اكثر من ابلكيشن، فغالبا بحط فيه الكونفجريشنز، ملفات الاند بوينت بتاعتي، الحاجات اللي هي ايه الانيشال سيت اب بتاعنا بمعنى صح. وده هنتكلم برضو عليه، ده احتاجنا نتكلم التفاصيل قدام، هنبقى نتكلم عليه ان شاء الله. طيب دلوقتي انا عندي مجموعه من الموديولز، عرفنا الاستراكشر بتاع كل موديول، انا محتاج ابدا ابني موديول جديد. تعالوا نبني موديول البلوج بما ان احنا اتكلمنا عنه. رايت كليك بلوج، اول حاجه عندي ايه في البلوج؟ ملف البروفايدر. في حد يسالني هو احنا ليه بنعمل ملف البروفايدر؟ هو اصلا ما بيعملش حاجه ان هو بيمبورت اوت. برضه لو جينا هنا هتلاقي برضه في الغالب هنا ما بيعملش حاجه امبورت اوت. حد يعرف ليه انا بعمل كده؟ امبورت اوت بس مش هنعرف كده. نعمل هنا ملف. هل حد عنده اجابه لهذا السؤال العميق؟ هو تقريبا ده يا باشمهندس ده الفايل اللي حضرتك مثبته في الاستراكشر، بحيث انه اول ما يجي يدخل المديول يدور على الفايل ده. طب ما انا ممكن احط الراوتس فيه على طول هنا، ليه اعمل ملف تاني اصلا؟ ما انا ممكن اخد مثلا زي الراوتس اللي هنا دي، او مثلا هات اللي في الهوم، انا اجي اخدها ارميها هنا، يعمل ملف تاني. اجاوب انا عشان الكونسيستنسي. اظن عشان في الراوت كونفيجريشنز. لا يا مثلا الراوت كونفيجريشن هو كل اللي بيعمله انه بيلود ملف البروفايدر بس، مش ايه اللي بيحصل جوه. انا من جوه ببدا اديفاين الراوت، فبالتالي بعد ما بيلود ملف البروفايدر بانجكت الراوت جوه الراوتر، ما ده اللي بيحصل هنا. فبالتالي الراوتر بعد ما بيلود الفايل ده هو خلاص المفروض هو عرف هيلود اني كومبوننت، لانه خلاص احنا عرفنا الراوتس بتاعتنا. الفكره هنا كلها في الكونسيستنسي، ان انا اخلي المشروع ده مش مستراكشر واحد حتى لو زاد فايل زياده. هو كده او كده في الباند عندي كبرفورمانس مش هيأثر معايا في حاجه، صفر بيرفورمانس وايز صفر. لكن تقسيمه انا خلاص انا ماشي بتقسيمه واحده سيمتريه في المشروع كله، فاي حد يجي يشتغل على اي موديول جديد مش عايزه يرتجل امشي على نفس الاستراكشر. دي بتبان بالذات لما المشروع يكبر او لما يكون تيم شغال على المشروع. واحنا المفروض احنا ان شاء الله يعني ما شاء الله العدد كبير، فهنبدا نقسم الناس على اكثر من مكان، فهنطرد واحد هيسويتش مكان واحد انه يشتغل في موديول تاني، مش محتاج نقعد نلف حواليه لانه خلاص فاهم الاستراكشر على طريقه الشغل بتاعتنا. فدي الفكره الاساسيه في حته انا ليه بسبلت او ليه بديفاين ملف راوس تاني. وزي ما احنا قلنا برضو ممكن يبقى في عندي احتماليه ان انا امبورت حاجات تانيه خاصه بالموديول ده الملف الامبورت هنا، زي مثلا ملف الترجمه. طيب احنا عملنا ملف البروفايدر ملف الراوتس، نعمل في الدرج بتاعتنا بيجز. هل احتاج كومبوننت يو فيلز و سيرفيسز؟ احتاج هوكس. في الغالب احتاج هوكس. احتاج اتفضل اكمل ان شاء الله. مش عايز ميدل وير؟ الميدل وير بنسبه 90% مش هتكون غير فوق هنا. لو احتجت ميدل وير بعمله. يعني انا مش بعمل حاجه اعصابات، يعني مش هعمل كل موديول مش هعمل فيه هوكس، ولا كل موديول هعمل فيه اسمنت، بس انا عارف ان انا هحتاجهم هنا. يعني طالما ان الفولدر نفسه ملهوش استخدام خلاص، يعني انا في عندي المينيمم ريكوايرد ستراكشر ده اللي بمشي عليه، اللي هو ايه؟ كومبوننتس بيجز يوتيلز سيرفيسز يوتيلز بروفايدر راوت. في عندي حاجات اديشنال، ممكن الموديول يحتمل يبقى فيه اوكس او ممكن لا، ممكن يحتمل اتومز او ممكن لا، ممكن يحتمل ميدل وير او ممكن لا، وهكذا. وضحت؟ طيب الجزئيه الثانيه، انا عرفت الضغط عندي، لازم قبل ما ابدا اشتغل اعرف الموديول ده المفروض ايه فايدته.
المفروض موديول البلوج عايز كده حد يفتح المايك ويقول لي ايه فايدته. انا تقريبا قلتها من شويه بس عايز حد يديني تصور ليه. انا هعمل ايه في الموديول ده بمعنى صح؟ ممكن يا هندسة أحط فيه البيز لاي أوت. هتحط في البلوج البيز لاي أوت؟ ايه في المايك خير؟ لا هو ما... هيعرض الأخبار بتاعت الويب سايت، وهيبقى فيه يعني يجيب داتا من الـ AI، وهيبقى فيه سيرش، ماشي، وهيبقى فيه بيجنيشن تحت لو عايز أعرض أكتر من يعني أكتر يعني أفضل أقلب، حلو، ويبقى فيه تصنيفات على الجنب لو حد عاوز يختار يعني بالتصنيف. جميل. طيب انا اقول لكم على طريقه هي هتبان في الاول صعبه، بس لو عملتوها نسبه المشاكل والوقت اللي تحققوه في المشروع هتقل جدا جدا جدا، والاهم انكم هتتعلموا ازاي تفصلوا اللوجيك عن اليو ار. فانت تشتغلوا على الموديول صح، اعرف الموديول المفروض ده هيقدم ايه، ايه فايدته. مثلا البلوج فايدته ان هو بيبريزنت عندي تو بيجز، صفحه البلوج ليست اللي هي البوست ليست، صفحه البوست ديتيلز. طيب انا عرفت كده ايه الحاجات الاساسيه عندي هنا، في ابدا اخد صفحه صفحه. صفحه البلوج اللي هي الليستنج، انا المفروض عندي فيها كام اللي تحت ال اي تو اي ريكوست اللي عندنا الصفحه دي. حد يقول لي جيت البوس جيت البلوكس، انا بتكلم عن صفحه البلوج ليست. يجيب البلوج ديتيلز سلاش بلوج نيل بوست الريكوست بتاعي بقى سلاش بوست. هل ده بس؟ لا الاي دي بتاعه، لا انا بتكلم عن صفحه الليست بتاعت البوست. صفحه ايه علاقته بالاي بي اي؟ نعم كويريز طبعا هيكون البوست، وهيكون انا اسلكت بوست اشوف صفحه تانية. لا تاني يا جماعه، انا دلوقتي بتكلم على صفحه اهي الرو بتاعي سلاش بلوج، يبقى هتبقى جيت بس ده بس. يعني انا دي الحاله الوحيده اللي عندي ان الريكوست هيبقى منظره كده دايما الصفحه دي. لو في سيرش يبقى هنضيف بقى كويري تاني بتاع السيرش. انا في عندي جوه بلس ايه بارامتر اللي هي كويري. طيب ايه البارامترز اللي هي البارامتر اقصد بيها كويري بارامتر، عشان بس مش اتلخبط. ايه احتماليه الكويري بارامترز اللي ممكن تبقى موجوده عندي؟ معنى صح ايه اللي هيكون موجود بعد علامه الاستفهام؟ ممكن لو سيرش يبقى مثلا السيرش القيمه بيساوي كذا، بيساوي كذا لو حاسب بيها ايه. ما تقولش مثلا ايه، انا دلوقتي بحاول افند او اطبق الكلام ده على شكل عملي مثال الاي دي او السلاج. لا لا ما تحصلش من بعد الكويري السنين. السيرش كين هيساوي النيم، اسمه ايه السيرش كين؟ ممكن ابقى سيرش في بوستات، يبقى ممكن اقول بوست نيم. لا ده مش الاسم متعرف عليه، حد يديني كلمه متعرف عليها ككويري كي، ككويري سترينج كي. معلش عنده اي حاجه؟ سيرش كل الفاليو كاتيجوريز. ايوه اسم الكي ايه اللي انا هبعته للاي بي اي؟ سيرش يا جماعه سيرش ماشي ممكن سيرش. ايه كمان يعني دي ده المفروض انا التكست اللي انا هبحثه مثلا ويلكم مثلا هبحث عن كلمه ويلكم، فتكون لي اسم تاني في كي وورد تانيه بنستخدمها، لان الرابط في الاخر عندي ده كده هبقى سلاش بوت سيرش بيساوي ويلكم. بس السيرش اللي باللون البرتقالي ديت بيبقى ليها كلمه تانيه لما ببحث عن كلمات في البوست. ريزلت مثلا؟ لا الريزلت دي النتيجه اللي بترجع، ده انا ببعت ريكوست لسه ما استلمتش النتيجه. هنا ده الريكوست اللي بيروح للاي بي اي مش اليو ار ال اللي عندي في البراوزر، الناس ما تتلخبطش. تقريبا بيكون اسمه كيو او كويري او تايتل، دول اشهر اربع مسميات للبحث عن
بالكي ووردز اليوزر اللي بيكتبها. طيب ايه كمان من الكويري برامز ممكن ابعتها في الريكوست ده؟ ممكن نبعت ليميت عشان يبقى في باجينيشن عندنا ولا ممكن نبعت ليميت. ماشي. ايه كمان؟ وان كان ما ريكومند الا في كيس معينه يعني دي المفروض ان هي تبقى مانج بالذات في الويب سايت الكونت اوفيس تبقى مانج من خلال الباك اند. هي بيبقى ليها يوز كيسز. لا انا الفرونت اند بتحكم فيها ودي بيبقى اكتر استخدام ليها في التيبلز اللي في الادمن داشبورد بتاعت كام رو. ايه كمان احنا كده قلنا السيرش وقلنا الليمت. ايه كمان ممكن ابعت في الكويري ترينج حاجه اسينشال اساسيه ما ينفعش ما تكونش موجود اهم من الاثنين دول اصلا؟ البيج الصفحه عندي بيجينيشن سواء كان ليزي لودينج او بيجينيشن فعندي دي الاحتمالات اللي انا لغايه دلوقتي تقديريه اقدر ابعثها في الريكوست ده. كلام منطقي؟ يبقى انا كده انا حددت ايه الريكوست بتاعي ودول كلهم اوبشنال. عندي حاجه ريكوايرد في ممكن حاجه تانية تتزود وديت مش اساسيه ممكن ازود كمان الكاتيجوري اي دي. لو انا بكليك مثلا لو اشتغل بالاي دي مثلا في اليو ار ال بس دي انا بفضل يبقى ليها سبيشال ريكوست خاص بيها لو انا عايز اعرف بالتصنيفات اقسام بس بما ان احنا مصنع فمش هيبقى عندنا اصلا تقسيم كاتيجوريز يعني هنعمل او تاجز حتى ما انا شايف ان هم الاثنين دول يوزلس في حاجه زي ما هو. هنا الفكره كلها ان انا بعمل ايه؟ انا كده حددت الريكوست بتاعي ماشي ازاي وكل الاحتمالات اللي ممكن تقابلني. يبقى انا عندي ريكوست كده ممكن يجي لي بالشكل ده فلاش بوست فلاش بوست واي حاجه من بعد علامه الاستفهام دي اوبشنال يعني ممكن تتبعت او لا ممكن يتبعت الكيو ممكن يتبعت اند بيج ممكن يتبعت اند ليميت واحده من الثلاثه دول ممكن يتبعتوا او اثنين من الثلاثه او الثلاثه كلهم يتبعتوا او اخرين. وحط لازم اتخيل اليو اي بتاع او الريكوست بتاع ماشي ازاي من الاول على قد ما اقدر ده هيقلل الوقت بشكل مهول. طب ايه الريكوست الثاني اللي عندي في البلوج كاي بي اي؟ معلش هو حوار الليميت ده بيفيدني في ايه؟ ليه بعته اصلا؟ ما انا عشان كده انا كاتب هنا ايه؟ يعني مش عارف مش ريكومندد بس هي بيبقى فيها بعض السيتويشنز بيبقى ممكن اعمل حاجه زي كده وممكن مثلا دي تبقى مثلا مفيده في حاجه زي الحته دي. يعني ممكن اخلي ده يبقى سبيشال ده يبقى ليه ريكوست خاص بيه مثلا اجيب السبيشال ميمز واقول له لا ده انا عايز 8 بس او لو انا مثلا موبايل ده انا عايز 4 بس فممكن هنا اوبشن الليمت يبقى فاليد. في الكيس بتاع البوست انا شايف انه ملوش لازمه. وضحت؟ وان كان ممكن برضه بتبقى مفيده احيانا لو انا شغال مع الموبايل مثلا فانا عايز الود داتا للموبايل الموبايل بيتعرض فيرتيكلي مش بالعرض زي الديسكتوب فانا مثلا انا ممكن اعرض في الموبايل او اعمل ريكوست باربع بوستات بس لانه عقبال ما ينزل اصلا لاخر كارد في البوست اقدر اخليه يلود اربعه كمان فانا كده عملت ريديوس لحجم الريكوست بتاعي فبالتالي ريسبونس اسرع وال الابلكيشن نفسه سواء كان موبايل او الريسبونسيف موبايل اب او ريسبونسيف فعمل على كروم مثلا بقى اسرع اخف انا عملت لود لداتا اقل وبالتالي عملت ريندر اقل على البراوزر بس دي فكره كده فهي احيانا بتبقى فاليد وانا عشان انا دايما ما بقفلهاش يعني في الغالب ما بقفلهاش. رقم البيج رقم البيج دي اساسيه انا دلوقتي انا في الصفحه الاولى عندي مثلا 200 بوست مش مستحيل اعرض له 200 بوست في الصفحه رقم البيج هيشوف التقييم الباجينيشن اللي هي التابول فوق ايه مش المفروض هو هيشوف التقييم الباجينيشن يعني ليه اكتبه فوق برضه تاني
اما هو دلوقتي الاي بي اي ما اعرفش اصلا انت بتعمل ايه في الفرونت اند. انت تيجي تقولي لي عايز بوستر، انا ابعت لك بوستر، عايز اول 10 بوستات ابعت لك اول 10 بوستات، عايز ثاني 10 بوستات ابعت لي ان رقم الصفحه 2 وانا ارجع لك ثاني 10 بوستات. هتعرضيهم فين؟ ازاي؟ ليه؟ مش بتاعته. فانا دلوقتي هنا بعمل ايه؟ انا بكلم اي بي اي. الاي بي اي ده ايه؟ اللي هو امين المخازن، عايز كذا وكذا، مش ده هتعمل بيه. فانا البيج اساسيه عشان انا بعرض اني بوست، وقال لها هعرضه دايما نفس البوستات. طب ايه الريكوست الثاني عندي في موديول البلوج؟ موديول البلوج ايه الريكوست الثاني اللي عندي؟ البلوج ديتيلز اللي هو بوست سلاش اي دي. عندي الثاني بوست سلاش الاي دي، تمام. يبقى دول كده عندي التو سيرفيسز اللي انا في دماغي دلوقتي. فبالتالي ممكن اعمل ايه؟ اجي هنا في فولدر سيرفيسز، اعمل غالبا البلوج مش هيبقى فيه حاجه غير السيرفيس دي، ممكن اعمل مثلا ديكس على طول بورت فانكشن جيت بوستس، بورت فانكشن جيت اي دي، اي دي هيبقى نمبر، هقول له ريتيرن اند بوينت ده اللي هي الملف. انا مش فاكر اذا كنت عملت لها بوست ولا فيديو والله انا ناسي. عموما الاند بوينت دي هي فولي اكسس 100% دي اكسس. فانت لو فاهم اكسس فهي دي هي ايدنتيتي، مش اي حاجه، بس فعلا فيها حاجات زياده ودي ممكن ابقى اتكلم عليها سيشن ثانيه ان شاء الله. هنا الريكوست هيبقى فيه بارامت باي ديفولت بتساوي اري فاضيه، وعايز اعرف التايب بتاعتها بوست بوست كويري بارامت. وبالتالي انا هحتاج اروح عند فولدر يوتيلز اعمل ملف تايب واقول له اكسبورت تايب، نخليها كيوب سترينج بيج وليمت. الحاجات ديت مين اللي بيحددها؟ المسميات دي الكيو والبيج والليمت مين اللي بيحددها في الاساس؟ الباك اند. الله ينور عليك. الباك اند بيقول لك هتبعت لي كذا عشان ارجع لك كذا. يعني مثلا في ناس تسميها بير بيج ما تسميهاش ليمت، في مثلا تسميها بيج نم، في ناس تسميها بيج نمبر، في مثلا في ناس تسميها كويري، تسميها تايتل، تسميها سيرش. الحاجات دي مين اللي بيحددها؟ الباك اند. فانت لازم تكون متفق معاه وعارف هيبعت لك ايه بيج. هل انا محتاج ان انا اعمل دوكس للحاجه دي؟ لا، بس يفضل زي كده. نعتمد بس على الفيس كوبايلوت عشان ينزلني في الوقت. ممكن كمان اكتب الديفولت مثلا 15، ده الباك اند بيقولها لي. انا هرجع 15 باي ديفولت. يا سهل جدا عمليه القرايه. طيب هاجي هنا اعمل امبورت وسط الفايل اب يوتيلز. ممكن بقى بدل اب يوتيلز طيب ممكن اجي اعمل فايل اندكس ثاني. انا بس اعمله، انا في الغالب ما بعملوش، بس اعمله بس عشان الناس تستوعب احنا بنعمل سبورت اول فروم فايل. اجي امسح استاذنا ده الغالي، اجي اعمل امبورت مره ثانيه جابها لي على طول. مين هنا ريكوست عندي المنظر؟ معلش سؤال، الاند بوينت ديت دي مكتبه احنا بنسطبها؟ الاند بوينت دي دي باكج من باكج سبلونجس، هي بالكامل عباره عن اكسس. كل مثلا دول مش اكسس، لكن دي اكسس. هي بالكامل، بس في هي اديشنال لير زياده عليها مش اكتر. مثلا زي الجزء ده بيفور سيندنج، ده ايفنت عايز اضيف حاجه في الريكوست قبل ما ابعت. دي في اكسس اسمها ايه؟ انترسبتور. تمام. انا دي انا اعملها تسهيلا للاستخدام، دي تبقى مور ريدبل بالنسبه لي، ودي ان شاء الله هنتعرض ليها كتير قدام. تمام، شكرا. نعم. فهي ليه اسمها اند بوينت؟ لان هي بتتكلم دي الاند بوينت بتاعتك، لان هي في الغالب بيبقى ليها بيز يور ال، انت ما بتتكلمش اكتر من اي بي اي. ولو انت عندك اصلا اي بي اي بتعمل اكتر من اند بوينت. وضحت كده فهمنا ملف السيرفيس ماشي ازاي؟ ايا كان متى هتستخدمه فين هو ما بقاش فارق معايا، لان يعني انا دلوقتي بقى ده ستاند الون منفصل سنجل ريسبونسبيلتي. اما صح اي حاجه مالهاش دعوه انت بتعمل ايه، اللي هتبعته ايا كان فين هتستقبله عندك، بايا كان الطريقه انت عايز تعمل بيها
انت سامر. طيب احنا قلنا كان عندنا كام بيج؟ قلنا كان عندنا البلوج بيج وبالتالي مين كانت ملف اندكس بي اس جوه او كمان فايل ثاني بلوج دوت بي اس اف. تمام هنا اكسبورت ديفولت فروم فانكشن. ماشي تعالى نحط الواحد وهنا اقول له اكسبورت ديفولت فروم. تمام بحس ان انا بعد كده هاجي استخدمها يعني مثلا هاجي اقول له بلوج بيج بص الانبوت بتاعها دي بقى مشكله في الفي اس كود لسه عايز احلها احط المسار ده او لو حد عنده لو قابلته مشكله يا ريت يقول لي حلها لان انا مش عارف لسه ايه سببها. المفروض الانبوت على طول الاندكس انا مش عايز سلاش بلوج غالبا دي في زعله كبيره مع الديفولت بس مش عارف ايه السبب بصراحه المفروض ان هو يقرا مننا بشكل مباشر. طيب انا كل اللي انا عملته دلوقتي ايه؟ انا بعمل استراكشر بتاع الفولدر بتاعي انا ما فيش اي يو اي ماليش دعوه باليو اي لغايه دلوقتي. هنا مثلا الفايل الثاني بوست ديتيلز بيج اندكس دوت تي اس PSX export default function نفس القصة باجي هنا export all from. تمام بشحن كده تقسيمة بتاعت البيجز وده من كارت الكومبوننت وهكذا. هل في حد عنده دي مش واضحة بتاعت الكومبوننت اللي في البلوك او مش عارف احنا بنعمل كده ليه؟ البوست ديتيلز بيج انا خلينا امسحها وخليني امسح البلوج بيج. اقول لكم طريقه ثانيه اسهل اجي انا جنريت رياكت كومبوننت اقول له دي كده اقول له بلوج بيج يا ريت عمل لي نفس اللي احنا عملناه بالظبط بالتايب بتاعها بس انا بما اني ما عنديش تايب ليها ف مش هتعرف حاجه دي. نفس القصة هاجي اقول له جنريت رياكت كومبوننت دي اكستنشن اسمها جنريتور زي انا عاملها بستخدمها بتسهل عليا الشغل. بوست ديتيل بيج الاكستنشن اهي هتلاقي برضه فيها نفس اللوجو بتاع منتور بتسهل عليكم جدا ان شاء الله. طيب هنفتح الفولدر هنا البوست ديتيلز بيج هل انا محتاج استقبل بروبس ولا لا؟ تخيل الاي دي بتاع البوست اللي انا عايزه هو انا المفروض هستقبل كام كرام اصلا في البوست سيلز بيج؟ واحد الاي دي اليو ار ال ستراكشر بتاعنا تعالى نخلي الفيو بوست بتاعنا كده السلاك والاي دي بالظبط كده بالتالي اجي اعمل الفرامز ودي ريكواير عند الاي دي سترينج عند السلاج. انا لو هعرفه انا هعرفه بس من باب التعريف لكن احنا في نسبه 99% ما بنستخدموش الا في بعض المشاريع. انا هنا كل اللي محتاجه ايه؟ يعني مجرد ما ادوس كنترول سبيس جاب لي على طول الفرامز. اجي هنا كونست اي دي يساوي فرامز دوت مش فايده التايبس دي عندي منظمه. وضحت؟ طيب تعالوا نكمل في ملف الراوت. انا من اتفضل سؤالي هندسه طيب معاك. طب ليه انت ما فصلتش التايب اللي حطيته في بدايه الكومبوننت في ملف التايبس؟ عشان سؤال حلو عايز تفصله وصله بعد نفسك. نسبيا كده تبقى الدنيا منظمه. انا دلوقتي عندي دي بالنسبه لي البلوج دي فاكرين احنا قلنا انا قلت تقريبا حوالي اربع تصنيفات من الراوتس او البيجز عندي حد فاكرهم؟ صفحه اربع تصنيفات ايه هم؟ الايه؟ البابليك والجاردد والريفرسد جاردد والاكونت. الله ينور عليك بالظبط انا في عندي اربعه البلوج
اللي هي الليست او الديتيلز تندرج تحت مين في الاربعه دول؟ بابليك. حد عنده راي تاني؟ هي بابليك. انا يقول لنا الاربعه تاني معلش عشان ما سمعتهمش. بابليك كلاود. ايه البابليك كلاود؟ دي فكرتها anyone m e page اي حد guest or user. تمام. عندي بقى كده guarded route لازم اللوج ان يوزر. عندي reverse guarded route. اخر نوع الاكونت اوت لازم يكون يوزر ودي كمان بلس شيرد اكونت لي اب. لو زي ما احنا قلنا دلوقتي عندي هيدر فوق مثلا كده في عندي هنا سايد بار سايد بار عندي كده كويس وعندي هنا الكونتنت عندي تحت الفولدر عندي حاجة بالتقسيمات. في الغالب الثلاثة اللي فوق دول ماشيين بلاي اوت واي ستراكشر عندي يعني مثلا ممكن اخلي ممكن الهوم تبقى لي اوت منفصل خلاص ما احطهاش من ضمن اللي اوت او الفانكشنز اللي احنا عاملينها في ملف اليوتيلز فلاش راوتر. اتفضل. هو ايه الفرق بين النوع الاول والثالث اللي هو البابليك والريفرس البابليك تاني؟ الاول دي مثلا البلوج اي حد يقدر يشوفها البوست بتاعك. الثالث انت بتقول الثالث اللي هو قول لي جيست يعني الفرق بين الجيست والبابليك يوزر. طيب احنا دي قلنا المثال بتاع ايه ان ممكن البوست اليوزر اللي عامل لوجن او الجيست اللي هو الفيستور داخل يقدر يشوفها صح مظبوط كده. طيب مظبوط. انا لو عامل لوجن انا يوزر هل اقدر اخش على دوت فلاش لوجن؟ لا عشان انا خلاص دخلت عملت لوجن بالظبط عشان ده اسمه ريفرس. هو ريفرس معناه العكس او المضاد. الجاردد ده لازم يكون عامل لوجن عشان اشوفه مثلا زي الاوردر لازم يكون عامل لوجن عشان اشوف الاوردر بتاعتي. هنا لازم اكون مش عامل لوجن عشان اشوف الراوتر ايه او الكونتنت بتاع البيج دي. تمام فكره حلوه شكرا. اتفضل. طيب انا الجاردد راوت والاخيره اللي هي الاكونت راوتس يعني حاسس ان هم واحد ان المفترض الجاردد راوتس ديت هو هي برضه هي الاكونت راوتس حاسسها واحد يعني هم واحد صح بس دي فيها حته زياده ان اللي اوت مختلف. تعالوا نعملها. احنا قلنا البابليك لي اوت دي هتاخد البيز لي اوت. البيز لي اوت ده عباره عن ايه؟ الهيدر والفوتر والكونتنت. تمام ايا كان تاكله ايه. تمام دي انا هستخدمها فين غالبا في كل الصفحات البابليك والجاردد. هنا الراوتر فيه خاصيه الجروب ان انا بقدر اجمع مجموعه من الراوتس على كومن فيتشرز زي ان هم ليهم لي اوت واحده وليهم مجموعه من الراوتس الواحده. تمام. الريفرس جاردد دي برضه نفس القسم فيهم بيبقى ليها لي اوت واحده نفس اللي اوت هي. طيب خلينا نخلي الجاردد تبقى تحت او فوق الاكونت لي اوت راوتس. الاكونت لي اوت راوت فيها الجارديان وفيها لي اوت. هيبقى اكونت لي اوت فكره الاكونت لي اوت دي تعالى نعملها. كنا عاملين البيز لي اوت اهي تعالى نخش عليها ونعمل جنبيها فايل لي اوت عامل هنا فولدر اسميه اكونت لي اوت هنخش عليه ده في التشيلدرن عادي خالص. ده هنا هيكون عباره عن ايه؟ احنا قلنا اصلا البيز لي اوت دي عباره عن ايه؟ هيدر وفوتر وكونتنت في النص صح؟ تمام. انا هنا عندي برضو انا هامبورت البيز لي اوت متغيره لكن الكونتنت نفسه هنشوف هذا الامبورت ايه. تمام. الكونتنت نفسه بتاعها لا ده انا هاجي هنا اقول له مثلا ديف فاجي اقسمه سايد بار وعندي بقى الايه السكشن اللي هو في البادي نفسه الشلدرن. هنا مثلا يكون في لينك مثلا تو يور ال اكونت دوت بروفايل فيو بروفايل
عندي واحد تاني مثلا، او خليها ديت الداشبورد مثلا، هي الصفحه الاساسيه بتاعت اليوزر بتاعت الابديت بروفايل. الابديت بروفايل عندي مثلا تشينج باسورد، انا اصلا اي صفحه من اللي انا عمال اكتبهم دول هتاخد نفس اللي اوت. فهمت قصدك. والكونتنت على اليمين هي هم هم صح الاثنين مشتركين، بس دي في حته زياده عشان كده قلت لك جروب جديد. ايوه دي الخصائص بتاع الاكونت اللي يقدر يغير يعمل يعدل على الحاجه بتاعته، انما الثاني ده بيشوف الكونتنت بعد ما يكون هو لوجد ان. بالظبط كده. ولو مش بالضروره يكون واخد اللي اوت، يعني مثلا ممكن اعمل صفحه اسمها ويش ليست ومش واخد الاستراكشر بتاع الاكونت اللي اوت، بس دي بتريكوير انك تكون عامل لوجن. تمام. طب مش اي حد عامل لوجن المفروض يطلع له المنيو اللي هو تشينج باسورد لوج اوت؟ انا دلوقتي بتكلم ان انا يعني هنا اللينك بتاعي كده، جيت هنا فوق كتبت سلاش اكونت، طبعا مش هيبقى الصفحه موجوده عندي، المفروض ايه اللي يظهر لي؟ ايه اللي يظهر؟ موجوده ولا مش موجوده؟ لو موجوده المفروض يظهر لي، لو انا عامل لوجن والصفحه موجوده هيظهر لي مثلا، شايف تعالى نفترض ده السايد بار اللي انا اقصده على الشمال، و404 ده الكونتنت بتاع اليمين. هنا مثلا الداشبورد ابديت بروفايل تشينج باسورد لوج اوت، يعني صفحه لوحدها فيها الحاجات دي. تمام. لي اوت فيها الحاجات المشتركه ديت، لما كليك على اي واحده من دول الكونتنت اللي على اليمين هو بس اللي اتغير. تمام. واللي اوت بالظبط كده. تمام. طيب فين بقى هنا البلوج؟ اذا احنا قلنا البلوج دي هتبقى هتندرج تحت انهي جروب من الاربعه؟ بابليك. البابليك البابليك كلهم بيستقبلوا اري، اري اوف اوبجكت، كل اوبجكت بعرف فيه الباث بتاعي اللي هو مثلا من زي يور اس دوت بلوج سوري اس، عندي الكومبوننت بلوج بيج برضه نفس القصه، هضطر بس اساسا اطلع عن تحقيقي. لو حد يا اخوانا لقى حل الموضوع ده يبقى يقول لي الله يكرمك. فيو بوست راوت بوست ديتيل بيج، انت وصلت عشان ما يحبش الفايل يبقى لونه احمر. هو انا زعلان ليه؟ هندسه بعد اذنك، الكومبوننت اللي هو البوست ديتيلز بيج في اللينك، يعني انت حاطط لينك والباس بتاعه يعني انت حاطه بشكل كده غريبه مش يعني ده عايزك على ولا في الفايل يو ار ال؟ لا هو في زي element اسمه، لا مش هنا مش هنا هنا ايوه هنا اللينك التو URLs دوت اكونت دوت بروفايل الشكل ده يعني مم. انا عاوز طيب هو الشكل ده اصلا ناخدهم حته حته، ال ايه الفاليو بتاعت الكود ده اللي انا عايز سيلكت؟ لو قفل عليه كده بالماوس، بالماوس اهو سيارة، تعال نخش علينا، عبارة عن إيه؟ سلاش واسم صفحة. سلاش أكونت، يعني بمعنى أصح إن دي هي بالظبط، أنا أكتبها كده. أنا الـ URL ده عندي عبارة عن أوبجكت، صح؟ صح. جواه أكونت، الأكونت عبارة عن إيه؟ أوبجكت برضه. جواه البروفايل، ده الكي اللي أنا عايز أو البروبرتي اللي أنا عايز آخد الفاليو بتاعتها، اللي هي عبارة عن سترينج. المهم عندي الراوت في الآخر. ال2 قصدي في الاخر تستوي السترنج، يعني جيت مسحت دي هيبدا يسب لي. واضحه كده، واضحه كده يا هندسه. ماشي جميل. طيب يبقى احنا قلنا هنا عندنا دي الراوت بتاعها. طبعا ما ننساش واحنا بنعرف هنا نتاكد ان البلوج متعرفه هنا في فايل الفرونت اوبس موديول، لان لازم اعرف له هنا المسار بتاع الليزي لودنج اللي هيبدا يشتغل عليه. وهنا اصلا في الكيس دي هو هيعمل لود للصفحتين مع بعض. ككود الملفات الباندل تحت الجافا سكريبت والسي اس اس، سواء دخلت على البلوج او البوست انت مش محتاج تعمل سبليت. يعني انا جربت ان انا اعمل دي تبقى بالمنظر ده في اكت ليزي فور سوري عملها بالمنظر ده ايد بلوج ايد لو تعملها كده وجربتها في مشروع حقيقي هي دايما دي يعني بيدخل هنا بيلود ولما يجي يفتح الصفحه دي بيرود مره ثانيه. لما
بصيت على فرق الباندل سايز بان انا استخدم ليزي لود لكل بيج، لكل بيج جوه الليزي لود بتاع كل موديول، لقيت الفرق بسيط جدا. بس الفرق ان دي بتبقى انوينج لليوزر، ان هو بيقعد يستنى تاني، بيستنى مثلا على 20 30 كيلو. فهي بشوفها فرقها بسيط جدا ان انا اعمل لكل بيج ليزي ريبورت، وان كان ده فاليد ممكن اعملها. دي برضه حته عشان لو حد كان بيسال على جزئيه ايه، ان انا ليه ما اشتغلش بالليزي لود للبيج، انا عايز ابلك الدولت مع بعض او اباندل الداوس دي مع بعض، فبالتالي المشترك ما بينهم هيتحط في فايل واحد، فبالتالي الحجم النهائي في الاخر هيبقى كويس كبرفورمانس وكيوزر اكسبيرينس. انا بحاول اركز على الاثنين مش حاجه واحده بس. لو اركز على حاجه واحده هستخدم الدايناميك امبورت او الليزي رياكت ليزي. طيب المفروض ان الصفحه دي بتستقبل ايه؟ البوست البلوج. يعني هنا عامل التايب بتاع البوست ايه؟ اني. ليه؟ لان انا اصلا ما عارف المفروض اتسابل ايه، لكن المفروض ان انا يكون في عندي تخيل مبدئي البوست هيبقى عندي عباره عن ايه؟ اكسبورت تايب بوست. يكون ايه اللي جواه؟ احب اسمع من شباب السايد ايه اللي جواه؟ ايه التخيل بتاعه صفحه البوست؟ او لو في بلوج بتاع نعملها مع بعض. تعالى نشوف كده بلوج بوست. بلوج بلوج بلوج. لو حد شافها هيقول لي التايتل والديسكريبشن. لا مش دول بس، والوقت هي ممكن تكون النيوز. الموقع ده مش حلو، ما فيش كونتنت كتير. هات النيوز دي ممكن تكون صفحة الاي دي بتاع البلوج. الاي دي بتاع البلوج ماشي صح. ايه كمان؟ السلاج. السلاج صح. ايه كمان؟ بالنسبة للتايتل العادي مش مهم، والديسكريبشن مش مهم، هو في الغالب بيكون والصورة اي دي تايتل تاج الكونتنت او الديسكريبشن والتاريخ created at مثلا، هنخليها ديت مؤقتا، ومين اللي اضافها مثلا الادمن. ممكن نحطها تعالى نخليها مؤقتا دلوقتي. مشكلة شكرا. بس احنا عرفنا الطريق بتاع البوست، اجي جري هنا عند الراوت او اليو ار ال بتاعتي، اغير الان الحلوه دي اخليها بوست. عن تجربه الموضوع ده ممكن يبان ممل، لكن لما بتعرف كل حاجه التايب بتاعها بتنقذ نفسك. انت بتنقذ نفسك مش وانت بتعمل المشروع، تنقذ نفسك بعد ما تعمل المشروع وتبدا ترجع تعدل عليه مره ثانيه. انت تعمل المشروع يبقى الموضوع بالنسبه لك، لان انت عارف انت ايه اللي هيبني، لكن تيجي تقعد تعدل وتغير وتشيل. يعني مثلا عملنا هنا اليو ار ال والتايب ايمج سترينج، بس انا مثلا اما اجي اشتغل مش هتلاقي ان هو سترينج، الكريتد اد مش هتلاقي ان هي ديت اوبجكت. هتفرق معاك بعد كده لما تيجي تشتغل، عشان لما نيجي نرفع وتلاقي تي اس التي اس كومبايلر فرقع في وشك، تنقذ نفسك قبل ما ترفع، قبل ما ترفع الكود بتاعك. طيب بوست ديتيلز بيج، الصفحه دي هنتكلم على دي عشان البلوج تريكي شويه. خلينا نتكلم على السنجل ديتيلز. انا محتاج اعمل ايه في الصفحه؟ حد يديني سيناريو. ايه المفروض يتم هنا؟ او خليني الاول اسالكم السؤال ده دايما بساله لاي حد، ايه عندي البي او دي فور اني بيج؟ ايه الديفينيشن اوف دان بي او دي؟ اقصد ديفينيشن اوف دان لاي صفحه. عشان اقول ان الصفحه دي انا كرياكت جي اس ديفلوبر او ايا كان الفريم ورك اشتغلت عليه ان هي خلصت. امتى اقول ان الصفحه دي خلصت؟ لما اكون خلصت فيها ايه؟ الناس اللي اشتغلت معايا قبل كده ممكن اعرف حاجه في السؤال ده. احب اسمع من الناس اللي ما اشتغلتش معايا قبل كده. ايه الاجابه يا ترى؟ هل حد عنده اجابه لهذا السؤال العظيم؟
طب الناس اللي اشتغلت معايا قبل كده حد عنده إجابة لهذا السؤال العظيم؟ اللي انا بعرض الداتا اللي في السنجل بوست واللوكاليزيشن والريسبونس ماشي حلو بس اليو اي والاي بي اي ماشي اليو اي واللوجيك بشكل عام يا هندسه، لما يكونوا خلصوا خلاص البيج خلصت. ما انت اتكلمت بنظرة عامة، انا عايز التفصيلة بتاعتك. متقسمين حوالي، انا بالنسبة لي اقسم حوالي 5 أو 6 كاتيجوريز او بوينتس تشيك ليست كده. مين يقولهم لي كده؟ تعالى ناخدهم واحدة واحدة مع بعض. اليو اي اليو اي هو اليوزر انترفيس العادي المفروض يشتغل. تاني حاجة ريسبونسيف ريسبونسيف، لازم اتاكد بس الريسبونسيف ما بدخلوش. تاني حاجة صراحة ممكن الميتا داتا ولا الميتا داتا. تاني حاجة في حاجة مرتبطة باليو اي برضه، الفانكشن بتاعت ال بتاعت الكومبوننت لوكاليزيشن ال ار تي ال ديزاين. بفرض انا مش شغال ار تي ال ديزاين خلاص يبقى هتتمسح صح؟ لا ماشي، انا اقصد انها ليه واخده بريورتي انها تبقى تاني واحده مع عشان الريسبونسيف. ما تنسى عشان لو جيت اشتغلت على الريسبونسيف قبل الار تي ال انت ممكن تعمل بعدين الار تي ال وتنسى ترجع تبص عليه في الريسبونسيف عامل ازاي. عشان كده لو انا شغال مشروع اكتر من دايركشن البريورتي بتيجي للار تي ال الاول، لان انت بتيجي تشتغل ريسبونسيف بتاخده مره واحده. طيب انا كنت في سؤال حابب اساله في الار تي ال بس بعد ما تخلص دي. ماشي طيب الرابعه الميتا داتا بالظبط. الميتا داتا عشان زي ما عم سمو يقدمنا كده الاي بي اي الاي بي اي برضه دي انا شايفها اخر نقطه زي ما الراجل قال. واحنا في الميتا داتا نستعمل رياكت هيلمت كاتب لك ريدوكس تمام. قول له عارف اصله من الاعداء بيكتب لي ريدوكس. قصدي على الميتا داتا مش هستعمل فيها رياكت هيلمت؟ لا هنستعمل رياكت هيلمت بس مش رياكت هيلمت اللي انت تعرفه. ماشي هقول لك ليه بعدين. تمام طيب خليني برضو اديكم ريفرشمنت سريع. المشروع ده بيسكلي مبني على حاجتين اساسيتين، مانتين كيو اي فريم ورك ومونجز كرياكت جي اس فريم ورك بشكل اساسي. طيب بعيدا عن اليو اي بنسبه 90 ل 99% اي حاجه ثانيه هتلاقي مونجز في باكج بتهندل فيها الجزئيه دي من ضمنهم الميتا ده. اتفضل. طيب سؤال بسيط معلش في حته الار تي ال ديزاين، ازاي اقدر امانج الحته دي باستخدام حتى مونجز عادي مفيش اي مشكله، بس لو انا في ملف ساس او سي اس اس مش في ملف ستايل كومبون؟ يعني انا سهل استخدم الكرنت عندي في ملف ستايل كومبون، لكن من الصعوبه بمكاني يعني ان انا استخدم حاجه فيها لوجيك. لا انا عايز حاجه دايناميك، انا عارف ان دي معنى كده انا هكرر الكود بتاعي، انا هروح اقله في الحاله دي واروح راس الكود كله بتاع الديزاين كله. doesn't make sense واللوجيكال بروبرتيز. مش فاهم يعني ايه اللوجيكال بروبرتيز اللي هي ال next gen دي function في ال في ال في ال في بالظبط كده. الميكسن زي اللي هتهندل الحته ديت يا فانس محمد. هندل جزئيه ال ار تي ال وال ال تي ار والدارك مود واللايت مود. ده انت شغال بقى كمان لو انا عايز في ال لو واخد الاتريبيوت ده يبقى معاه كذا، او لو هو جوه الاتريبيوت ده يبقى معاه كذا. دي تبقى ايه فكرتها؟ يعني صراحه يعني انا بقيت كتير جدا ما كتبتش ال بس هي تبقى ماشيه بالستراكشر ده. انا بعمل مثلا ميكسن يوز ار تي ال. انا انت عامل فايل عامل فايل بس عشان اسمه ده يساعدني لان انا فعلا مش متذكر. انا حتى مش فاكر اصلا الاستراكشر بتاعتي بتتكتب ازاي السنتاكس. ار تي ال مثلا تبقى في الغالب ماشي بالكونسبت ده. انا فعلا مش فاكر بس انا هكتب لكم السودو كود بتاعها وحاجة زي كده. انت تيجي بقى بتاعك كود سيلكتور تعرف الكونتنت بتاعك ار تي ال تكس الاين بتاعك حاجه بالشكل ده. لو انا عايز اعمل ستايل خاص بالار تي ال بس
طب عايز اعمل ديزاين خاص بالال تي ار، يبقى دبل كيس دي ال تي ار. ايه هو الارت ال يا باشمهندس؟ عشان كنتش مركز في الحته ديت. ميكسن حاجه فيه في الساس، حاجه زي الفانكشن كده، وان كان فيها فانكشن على فكره، في فانكشن غير الميكسن. فكرتها ان انا عايز اضيف كونتنت او ستايل معين، بحيث ان انا اقدر اكونترول، عشان ما تبقاش ما تكرر الكود ده في كل مره. يعني مثلا هو ايه اصلا كان هيحصل لو كنت استخدمت الميكسن؟ كنت هكتب كده دوت سيلكتور تكست الاين ريد ايه تمام. وبعد كده هاجي هنا اقول له باقي الستايل بتاعي، فانت عايز اقدر اكتب كل مره الكود ده كل مره. لازم اعرفه من بره عشان اخده من التريس. لكن دي مثلا بالنسبه لي، انت انا نرجع دي تاني ات انكلود ار تي ال، اسهل وانكابسوليتد على السيلكت وخلاص، بقى كان بالنسبه لي سهل، ما عادش الف حوالين نفسي. وضحت؟ انا بالنسبه لي دول الخمس او ست كاتيجوريز، لما تيجي تخلص صفحه تراجع عليهم، خلصت الحاجات دي تمام. في جزء انا ما اتكلمتش عليه وهو يمكن النقطه السابعه، اللوجيك او البيهيفير او الاكشن. وده مش موجود في كل البيجز، وكل بيج بيبقى ليها وضعيه مختلفه او حاجه مختلفه، لكن بنسبه كبيره البيج عندك بيحصلها سبليت، او انت المفروض انك تعملها سبليت او تشيك ليست للحاجات دي كلها. يعني اصلا ديت ملهاش كرايتيريا معينه. ممكن يبقى عندي لوجيك، ممكن لا زي الار تي ال ممكن يكون عندي، ممكن لا. هل في بيج من غير ميتا داتا؟ لا، لازم يكون فيها. هل ممكن يبقى في بيج من غير اي بي اي؟ هل ممكن في بيج من غير لوكاليزيشن؟ لو انا عندي الموقع اكثر من لغه تبقى ريكوايرد، لغه واحده مش ريكوايرد. الار تي ال زي ما احنا قلنا اوبشنال، يعني تعالى نخليهم كده ريكوايرد او مانداتوري. اوبشنال، او خلينا نقول ديبند مانداتوري. مانداتوري ديبند ديبند برضه ديبند على حسب البيج اللي انت فيها وعلى حسب السيناريو بتاعك. انت عندك تقريبا ما فيش غير اثنين بس اللي انا شايفهم من وجهه نظر الكوارت، اليو اي والميتا داتا. اتفضل. عايز افهم الميتا داتا في صفحه زي كده ايه معناها وايه المقصود بيها؟ بص ده اهو سوري انسبكت ايه التايتل ده؟ remove const log from your project in under a minute. تمام؟ بعد كده نطلع احنا بالظبط والباقي التايتل بتاع البيج. تمام. انا عند الهيد الهيد اوجي تايتل. انا فاهم ده كجوه ال HTML، انا فاهم الميتا داتا جوه ال HTML، لكن كجوه ككومبوننت او كجوه صفحه زي كده بحطها فين او بعمل ايه يعني؟ كده ما كده كلمة تايتل البوست دوت تايتل سوري الديسكربشن برضه نفس القصة، تعالى نخلي كده بوست دوت ديسكربشن، بلاش عندك ايمج برضه بوست دوت ايمج تمام. وايكون والحاجات دي اللي هي بتبقى فوق في الصفحه وكده. لا او الايكون ما تتعملش من هنا لان الايكون بتبقى ثابته. تمام. دي في الموقع كله. بالظبط. طيب معلش دي عشان جوه بونجز يعني جوه الباكج دي. طب لو بره الباكج دي ايه؟ في باكج اسمها رياكت هيلمت هتديك نفس الغرض برضه. تمام، لان انا اول مره اشوف الحكايه دي. ماشي. ولو ولا لا ولو مش عايز تستخدم اي حاجه من دي، انت ممكن تتعامل انت تعملها انت نفسك كتاج ك اتش تي ام ال تاج يعني ميتا داتا مانيوال عن طريق انك تتعامل مع الدوم بشكل مباشر. ودي ان شاء الله تفكرون نعمل مجموعه من اللايف سيشن ازاي نتعامل مع الدوم بشكل معمق اكتر. لو انا بتكلم عن الفريم ورك عشان تبقوا فاهمين الدوم
بيمشي بيه ازاي لو ما عندناش يو اي فريم ورك. بس عموما ديت لو انا ما عنديش حاجه زي كده، معلش اللي بيفرق اي لحظه، بستخدم اليوز افكت عشان اقدر مانيبوليت الاليمنتس اللي في الهيد تاج، سواء اشوف لو مش من كاريتها لكاريتها، ولو موجوده بعدل عليها. اللي رفع ايده بقى اتفضل نقول سؤال. كان عندي سؤال، حضرتك ليه عملت اضافه في هي ليه الاضافه اللي انت عملتها في رياكت هيلمت في مونجز؟ هي زي بره، بس الفرق بس ان هي بروبس. ماشي، ايه الفرق يعني بينها وبين؟ اقول لك بص يا سيدي، كيف ديسكريبشن، مجرد ما اكتب ديسكريبشن جبت الكاريت، جبت الكاريت، جبت الكاريت، الايمج مجرد ما بكتب الايمج دول بالكاريت كلهم الاربعه دول، اليو ار ال اوتوماتيكلي بيتعمل له انجكت من غير ما تعمله، الثلاثه دول كلهم اوتوماتيكلي جنريتد عن طريق الكومبوننت، الثلاثه دول نفس القصه في التايتل اللي انا قلت من شويه. فبالنسبه لي دي بتقضي لي الغرض اللي انا عايزه. الحاجه الثانيه، السؤال الثاني، ليه لا؟ ليه ما اعملهاش؟ ليه لازم كل حاجه استخدم حاجه جاهزه ليها؟ دي دايما قاعده ماشيه، ليه؟ انا يعني دي في الاساس انا بعملها عشان اجين اكسبيرينس. وبالمناسبه يعني دي انا اتكلمت عليها قبل كده في سيشن او في ميتنج قبل كده، وقرار سريعا لما تيجي تعمل حاجه زي كده فانت جاهز نفسك انك هتدفع وقت زياده. يعني لو انت بتشتغل 8 ساعات وعايز تعمل حاجه زي كده، فانت حسابك على 12 15 ساعه شغل عشان تكفر الجزء اللي انت لو استخدمت حاجه جاهزه توفر لك الوقت ده. بس يعني لكن اجابه لسؤالك تحديدا، انا شايف حاسس ان الباكج دي بتعملها بتوفر لي اوبشنز اكتر من الثانيه، من غير ما اقعد اكتب حاجه كتير. اوبشنز زي ايه مثلا؟ لا، ما هي البروبس اللي انا ده اللي لسه قايله من شويه، يعني مجرد ما اكتب التايتل كل التايتلز بتتكريت، اكتب الايمج كل التاجز بتاعت الايمج بتتكريت، بت انجكت اوتوماتيكلي اليو ار الز بتعرفها كام ميتا تاجز. دي مش موجوده في الباكج بتاع رياكت هنا. تمام، شكرا. عفوا، هل في حد عنده اي سؤال لحاجه ثانيه؟ من اللي قبل اتحكى لنا عليه؟ نرجع للسؤال بتاعنا. على فكره انا قلت لسه ما نخشش عن السيناريو. ايه السيناريو بتاعنا؟ حد يقدر يقول لي انا دلوقتي هدخل على الصفحه دي، انا في المثال ده دخلت على الصفحه دي، ايه اللي المفروض ابدا اكتبه ككود ورك فلو للبيج عندها ازاي؟ اول حاجه طبعا الميتا داتا بتاعتها. ماشي، اول حاجه اسم الكومبوننت الاول، وابدا في الكومبوننت اخلصه كي او اي وريسبونسيف وممكن لوكاليزيشن وورد ال يخلص، بعد كده ادخل بقى جزء الفانكشناليتي وهندل اكتش الايرور بتاع الاي بي اي. جميل. وبعدين بقى اعمل حوار الميتا داتا يعني، اخلصه وادخل على الكومبوننت اللي بعده واعمل نفس السايكل. انا بصراحه شايف العكس، انا المفروض ان انا اعرف ايه اللوجيك الاول او ايه الاي بي اي اللي هيجي لي، وعلى اساسه ابدا هندل اليو اي. ممكن اليو اي ستراكشر اللي انا هعمله ما يكونش ملائم او مناسب لشكل الداتا اللي رجع لي من الاي بي اي، بالتالي ممكن انا بعد ما اخلص واظبط تمام الاقي نفسي مش عارف، او انا مش مهندل الكومبوننت بالشكل اللي يستقبل الداتا بالطريقه اللي هي رجع لي، فاروح مغير في كل الاستراكشر تاني وابقى حرقت وقت على الفاضي. فانا لازم اشوف الاي بي اي رجع لي ازاي بالظبط، وعلى اساسه ابدا هندل الاستراكشر او اليو اي اللي انا هحطه. ده اللي احنا عرفناه هنا. ما انت الطيب ده انت مش بتعمله من دماغك، ده المفروض ده هيجي من الباك اند بالاتفاق مع الباك اند، حتى لو الباك اند ما بداش الشغل فيه، هو بيقول لك انا هرجع لك كذا وكذا 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 وكذا، فانت بتبني الكود بتاعك على اساس ده. تمام، ليه؟ عشان مثلا ما تضيعش وقت. هنتكلم في افتراض ان ده موجود يعني، حتى لو مش موجود، وده اللي انا عامله دلوقتي اصلا. انا هعمل الكلام ده، مفيش اي باي اصلا في المشروع ده، بس انا خلاص بما ان انا الباك اند حاليا اعتبر ان انا الباك اند، فانا بقول لك ده اللي انا هرجع لك اي بي اي. فانا خلاص انا عندي تصور مسبق ايه الاي بي اي ستراكشر اللي هرجع له. طيب، حد عنده راي تاني او تصور تاني للمشروع بطريقتك انت هندسه؟ انت بتبدا دايما باللوجيك الاول، فبما انك هندلت حته الاي بي اي انت بس هتشوف ايه الفانكشناليتي اللي هتضاف في الموقع، وليكن مثلا
الحاجات اللي في فوق الصفحة، خلي بالك ركز في الصفحة الواحدة بتاعت البوست، ما بنتكلمش بشكل عام، بنتكلم على الصفحة دي خصيصا. لا الصفحة دي خصيصا هو يو اي بس، هو انت هندلت جزء الاي بي اي خلاص، هو يو اي الجزء طيب اللي جاي. حد ممكن عنده اجيب رأي تاني؟ انا اشوف ايه الكومبوننتس اللي في البيج واشوف ايه المتكرر مثلا، وابدا ان انا اظبط الكومبوننتس بتاعتي. بعد كده ابدا اهندل كل كومبوننت واشتغل عليه. طيب حد عنده تصور تاني لما يجي يبدأ يشتغل في الصفحة دي هيشتغلها ازاي؟ يقولي نرجع تاني لنفس المثال بتاعنا على الصفحة دي. ده الهيدر، بنرجع من أول هنا. دي برضه مالهاش دعوة، دي جزء من البيزلي أهو. أنا هكتب أو أنا هوريلكم أنا بشتغل إزاي شغلي لما باجي اشتغل حاجه زي كده. انا عملت البيج اي كومبوننت اي فاضي، تمام؟ هكتب بالطريقه الصعبه مش الطريقه السهله اللي انا بشتغل بيها. توكل على الله. ان انت هتكتب الستيب بعد كده تفصلها في الاخر صح؟ مش هشتغل بالطريقه دي، بس انا هوري لك هوريك يعني الطريقه اللي انت تقدر تفهموها يعني. ليه عايز احط ال اه ليه انا لو عملت لها سيت كامل انت وحط السيت داتا في الديفينس ماشي ما عليك. دي هعتبر ان هي موجودة عندي في مكان ما. مؤقتا هنا. انت سريع قوي يا باشمهندس. هو زعلان عشان الريزستيت المفروض تبقى اهو. يعني كله قاعد ما حدش ياخد باله. انا قلت استنى لحد ما تخلص كتابة يعني. لا اكتب قول عادي يعني. قول يا استاذ في دي ايرور. هو انت هندسه في كل ريكوست بتعمل تراي كاتش؟ اي ريكوست بتشتغل عليه لازم تعمل الكلام ده.
ايا كان نعمل في كمان دلوقتي. هو في علامة تعبوا بعد بوست؟ لو شلتها بص انا ممكن اعمل كده، لو شلتها بص اللي هيحصل دلوقتي خلينا نبص بيه نل، بس هو المفروض تكنيكلي هو عمره ما هيبقى نل، لان هو لو بيلود، لو بيلود البوست هيبقى نل، لو ايرور البوست هيبقى نل، بخلاف الحالتين دول هيبقى فيه بوست. دي الكيس الثالثه، فانا بقول له لا ده هو انا متاكد ان هي موجوده، ما تطلعليش الايرور بتاع ان هو بص بيلود. دي كنا عاملينها برضه في السيشن اللي فاتت لما كنا حاطين علامه التعجب في الكلاس. بس القصة دي اللي عايز تدخل من ال ماشي انت رسيت على انهي ديزاين يا هندسة؟ لسه ما فتحتش حاجة، المفروض السادة الحضور هم اللي يختاروا الديزاين، بس نقول ايه بقى بس انا كده خلصت، فاضل الحاجات دي حط فيها اليو اي، كل ده يو اي كده خلاص. البيج بتاعتي خلصتها باللوجيك بكل حاجة كده، ما فاضلش عندي غير اليو اي فقط، ليه يو اي بتبدأ كريسبونسر. بالفانكشناليتي؟ ايه ليه بتبدأ بالفانكشناليتي؟ ليه ببدا انا مش ببدا بالفانكشنات، ببدا بالورك فلو بتاعي. ما هو هي الصفحه تمشي كده، اول حاجه محتاجه ايه؟ ان انا هلود الريكوست، انا مستني اصلا فهبعت الاي بي اي ريكوست، هعمل الداتا بتاعت الريكوست موجوده خلاص، يبقى هندخل في السكسس، واقف اللودر ما عنديش ايرور، وهاخد الداتا بتاعت البوست، في ايرور هوقف اللودر برضو وهبرس ايرور او هندله عشان اطلع المسج بتاعته واقول له ما فيش عندي بوست. بعد كده ببدا هندل الكيسز بتاعته، لو هو بيلود اعرض له ايا كان نوع اللودنج او اللودر او السبينر، لو في ايرور بعرض له الايرور، في الاخر بعرض الداتا بتاعتي الهلمت، وانا خلاص ما فيش عندي داتا. هنا بس هبدا اغير دي، ان انا هاجي هنا اعمل ايه؟ index.ts for connect post atom ال atom of post in post default 100 point. دي فكرة طبعا عشان ما عرفتش اعمل الانجكت، انا عامل بروب دريلنج 3 مرات هنا، يعني تعالى نكاري كريت جيت، ممكن نشتغل على الستراكشر ده او الفولدر ده كريت. دي كان ديف كلاس نيم بوست سيرفر بوست كونتنت، انا عايز اعملكم بشكل ما بقاش ضامن فعلا الاستراكشر ممكن نعمله، والبوست سايد بار امبورت امبورت بوست ده محتاج بوست هو انت هندسة لازم كل كومبوننت تعمله تفصله في فولدر لوحده جوه ال يعني يبقى نيستد من ال البلوج الأساسي قلنا من شويه، لو الكومبوننت دي هل هتطلع بره البيج دي؟ هتطلع بره الكومبوننت دي ولا دي خاصه بيها فقط؟ لا خاصة بيه يبقى احطها جوه، جوه الفولدر بتاعها، جوه البيج بتاعها، من الحاجات دي كلها مش هتطلع بره الكلوز ديتيلز بيج، فحطها هنا. لو حاجه مشتركه مثلا عندي مثلا تحت ريليتد بوست واخده شكل الكارد بعرضه في الهوم، بس ساعتها هعملها في فولدر كومبوننت ريليتد بوست، مش هعملها في البوست ديتيلز عشان انا هستخدمها اكتر من مره. ايوه الحته دي انا فاهمها، انا قصدي الكومبوننت نفسه انت بتعمل له فولدر مش فولدر بتعمله وجواه فايل اندكس وفايل الكومبوننت. ليه؟ عشان لو في عندي ملف ستايل بحطه في الفولدر، سواء كان ساس او ستايل كومبوننت. تمام كده. ماشي، دي كده عندي الاستراكشر. تعال نروح عند الهوم كومبلينت، هنمسح كل الكونتنت الحلو ده،
هيقول لنا لينك تو بلوج اون نيو بورت اي بي 1 تايتل لور وهاتلي تاج برضه طبعا غالبا هو ايه اللي ناقصه؟ مؤقتا بس ان ما تنفعش اكتر من كده فيها ساعتها الصفحه بتاعتنا جو تو بوست سيلز بيج. طبعا هو هنا هيزعلنا كلنا لان هو ما عنديش اي تي اصلا بوست سلاش واحد فهعمل ايه في الكيس دي؟ انا شغال كفرونت اند اهو عادي خالص فين البوست سيلز بيج صح؟ دي الجيت بوست بتاعتي اجي هنا امسح الكلام الحلو ده اقول له ريتيرن نيو بروميس انا تقريبا كنت شغال السيشن اللي فات صح؟ رول يلا سيت تايم اوت بعد مثلا ثانيه عشان يبان او خليها ثانيتين عشان يبان اللودنج ريزولت داتا بوست انا بعمل سيميوليشن للاكسيوس اي دي مثلا تايتل بوست تايتل ايمج دي بقى حته كده كويسه ايوه ده ممكن بس كده انت محتاج افهم كده الباقي مش هحتاجه انا اشوف هو زعلان ليه تعالى نيجي هنا نقول له برضه نديله كاستنج هيعمل له فوق البورد الايرور اللي بنزعله تاني لا اجي هنا اديله ان هو بيتكلم فروم اوف اكسس بس يا عم هل في حد مش فاهم حاجه من اللي انا قلتها؟ انا لسه ما عرضتش يو اي انا بقى ولسه هتكلم عن حته السيرفيس دي دلوقتي هل السيناريو من اول ما بدات الكومبوننت لغايه ما بدات اكتب اللوجيك بتاعي او الاي بي اي كول بتاعتي بعد كده بهندل الكيسز اللي عندي يعني في الاخر بهندل الفاينل كيس او الميجر كيس بتاعتي بالهيلمت داتا بتاعتي هل في حد مش فاهم اي حاجه من الورك فلو ده؟ في الديبندنسي ليه مديله البرومز اي دي؟ عشان لو البارامز اي دي اتغيرت او اي اتغير يعمل كل مره ثانيه بس طب ما هي تتغير بناء على ايه؟ بناء هو يعني دخل على بوست جديد دخل على صفحه ثانيه دخل على صفحه ثانيه هي في الكيس بتاع نونجز الاكتر اوتر هو كده كده مش هتفرق لان انا بقى انفورس ان هو يغير ال يعمل ريندر مره ثانيه حتى لو خلص على نفس اليو ار ال لو انت عامله انيبل الفورس فيش بس هي عموما بشكل عام ده الصح بتاعها حط البارامتر كل ما اتغير ابعت الكورس دي والصح الثاني بتاعها ان انا اخد دي كده ليه عشان لما يتغير كل مره اقول له سيت ديتا ديفولت لو هي خلاص تعمل ريندر مش هي يبقى اعمل ريندر مره ثانيه طيب الحته دي في حد مش فاهمها؟ انا مش فاهم الجزئية الأخيرة دي اللي فات كويس كنت فاهمه دي بالذات مش فاهمها طيب دي ايه الفكرة؟ انا ما عنديش اي بي اي صح؟ تمام 99% لا او تقريبا 100% من اللي انا اعرفهم او اللي انا قريت الكود بتاعهم بيعمل ايه؟ بيحط ستاتيك داتا يعني يجي يعمل فايل كده هنا او في اي مكان يكتب كونست بوست يساوي الجول بيحط الداتا بنفسه تمام يعمل ايه؟ ياخد الداتا دي كده يقعد ينطورها في كل حته في حياته في الكود لا انا مش عايز اعمل كده انا عايز اسيميوليت الاي بي اي ده اسمه موك اب اي بي اي موك اب او سيميوليشن فانا عملت ايه؟ انا برجع بروميس لان هي كده او كده اكسس بترجع بروميس قلت له استنى ثانيتين استنى ثانيتين بعد كده اعمل ريزولف للداتا الداتا بقى اللي انت بتعملها ضمي حطها هنا فبالتالي انت هتعمل ايه هتمانج الاي بي اي من الاول خالص حتى لو الاي بي اي بتاعك مخلص ولو اتعدل
انت ستاك دوت ليه حاليا سكرين؟ لان انتوا بتعملوا ايه؟ بتبداوا الكومبوننت بستاتيك يو اي، لما الاي بي اي يدخل الدنيا بتبدا تكعكع، انت اصلا مش مهندل الاي بي اي من الاول، ولا مهندل الايرور، ولا مهندل اللودنج ستيت، ولا مهندل الهلمت، ولا مهندل اي حاجه. والحاجه الثانيه بتبدا مثلا، تعالى ندخل على البوست توب اهي، اللي بيحصل ايه؟ بتكتبه كده فعلا بوست تايب، او تاخدوا التايتل اللي موجود في الديزاين وتكتبوه صح؟ لا انا الاي بي اي جه خلاص يا باشا بوست، انا كونت بوست يساوي بوست دوت تايتل تمام. كونتنت نفس القصه. طب يا هندسة، وانا لو مثلا عملت ملف جيسون حطيت فيه بيانات هتعمل الوزن، اللي انت عايزه، بعد كده تيجي تعمل له امبورت هنا، وبعد كده تعمل له ريزولف بالشكل ده، اوبجكت جواه كي اسمه داتا، بعد كده الكي مثلا بتاعك انت متوقع انك تستقبله من اي باي باسمه ايه، بوست مثلا، وتعمل بقى ايه الاوبجكت اللي تاخده من الجيسون تحطه هنا. اه يعني الحتة دي اصلا اللي بيهندلها هو الباك اند. هو اللي بيرجع لك الداتا مش انت، بوست الجيسون اهو، هدي كده ما نزعلش نفسك، كات بيست امبورت بوست فروم، ولا دعنا. طب لو استخدمت فيك اي باي ده غلط ولا ايه؟ هتستخدم فيك اي باي، لازم تمشي على الصخر بتاع البوست اللي احنا كنا عاملينه. يعني انا هجيب احط اليو ار ال اللي بس بتاعها، بحيث اي حاجه تجيب داتا اعرف يعني حط اي ديتا براحتك خالص، حل مؤقت يعني. حط اللي انت عايزاه حتى فيك، بس لازم نفس الاستراكشر اللي انت متوقع انه يرجع من الاي بي اي. طيب يا باشمهندس، انا عندي سؤال. اتفضل. في ال ايوه ال اليوز افكت، احنا مستعملين برامج دوت اي دي في الاعتمادات ليه؟ انا مش فاهم الحته دي، عشان في حاجات مش منطقيه مش فاهمها. ساعات بشوف بروجكتات ايوه ده. انا لسه شارحه من 3 دقايق، دي فكرتها ان انت دلوقتي بقول له لما الاي دي يتغير في اليو ار ال اعمل لي الريندر مره ثانيه. حلو؟ انا لما باجي اشتغل اصلا ما بعملهاش كده، انا بشتغلها دايما كده. هو مش كحل. كرياكت، لا بقول لك ده البارامتر اي دي ده ممكن يتغير، بس انا بالنسبه لي اصلا هو لما اليو ار ال بيتغير هو بيعمل فول ريندر كده كده، مش محتاج ان اكتبها. لكن انا حطيتها هنا لان مش كل الراوتر سيستمز اللي بتشتغل بيها بتمانج الحته دي، فبتسيبها احتياطي، خليها كده عشان لما الاي دي يتغير تدخل على السايكل تاني اول وجديد. ثانيه بس، خليني اشوف هو زعلان ليه. تمام. اكسس ريسبونس، انا زعلان ليه؟ انت المفروض تساب ليه؟ سوري سوري سوري، بيقول لي ربنا يمنعني. طب ما انت بقى هنا، احنا قلنا بنعمل ايه؟ لا ده انا بعمل سيميوليت. طب دي مثلا هتتكرر معايا في اي بي اي ريكوست كتير، زي مثلا هنا هو نفس الريكوست ده هيتكرر معايا مثلا، يعني هنا برضو بدل ما اجي اعمل دي هضطر اعمل كده فيرن نيو بروميس ريزولف، واجي اعمل برضو سيت تايم اوت مثلا بعد ثانيتين اقول له ريزولف داتا كبوست مثلا، واحط البوست ده فين. حلو. طيب قاعدة عندك دي مهمة جدا وركزوا فيها، انا اغلبكم بيقعوا فيها، الكود ده والكود ده فيهم حاجة متكررة؟ أكيد. ايه الكود المتكرر؟ اللي هو return new promise. بالظبط. ايه كمان؟ set time out set time out صح صح ايه كمان؟ والresolve والداتا والدات. بالظبط. ايه اللي مش متكرر فيه؟ هو المسمى، المسمى الاسم نفسه الكونتنت بتاع الداتا هو مش متكرر، الكونتنت بتاع الداتا مش متكرر. في الكيس دي انا بفضل لما الاقي كود، وهنا دي النقطه، ما تكتبش قبل او ما تعملش اللي انا اقوله دوت قبل ما تلاقي كود متكرر، يعني ما تحاولش تفكر فين تعمله من الاول، لا خلي الكود يتكرر الاول وتاكد انه شغال، بعد كده تيجي تعمل ايه؟ فورك فانكشن
كونف موك اب، بعت لي الداتا اللي انت عايزها بالتايب بتاعها، اجي انا اقول له ريتيرن، ممكن كمان اقول له ديلي بيساوي 2000 نو بروميس رول، اقول له شيت تايم اوت الداتا دي ودي هترجع ايه؟ ترجع بروميس اوف اكسكيوز نوع الداتا اللي هترجع لها. هنا دي كده اجي اقول له از اكسكيوز اوف تي 1. اجي هنا بقى امسح كل الكلام اللي مش لازمه ده، اقول له ريتيرن ريسبونس موك اب سوري، انا بقى امسح كل ده كل ده مش كده، ممكن اجي هنا بس اقول له النصاب بتاعك كله، هو زعلان ليه؟ لا اسف النصاب بتاعك انا عايز اعمل النصاب دي كله. شوف بقى هنا هو زعلان ليه؟ هو مش شايف اصلا ان دي فاصل صح؟ مش شايف ان انا امشي باقي نفس الداتا. سوري بس اجي اقف هنا من الماوس، اداني الريسبونس بتاع بروميس اوف اتسيوس بيرجع بوست، مش حاجه تنجح. فالكود عندي بقى سهل، لو انا مش محتاج دي وده في الغالب اغلب كله هيعمله هيعمل كده. انت كود حلو ملوش لازمه ده اللي انا شلته واكتبه بالمنظر ده. هي انا برضه نفس القصه، انت كل ده لا اسف انت احنا كل ده بوست او في البوست بتاعك ده كوب بقى سهل يعني انا هعمل عليه. فدي ممكن اخدها كده كات اروح عند اليوتيلز انا مش لاقيها هيك واقول له موقع واجي ارميها هنا بكل رفاهية، نيجي فوق هنا نقول له امبورت ويكمل هنا بقى، اجي اعملها امبورت مره ثانيه هنا بعد كده. مجرد ما الاي بي اي عندي تتحقق ان هي خلاص بقى موجود، كل اللي انا محتاج اعمله ايه؟ هلف على ملفات السيرفيسز كلها فقط اعدل عليها. عشان كده انا قلت في اول السيشن محدش يكتب في الداتا الاي بي اي هنا. انت برضه زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ طيب وانا طبعا زعلان عشان التايب ده، بس الفكره بقى ان انا مش فاكر كنت ازاي بعمل الياس للتايب بتاع البوست ده، انا اعرفها بس مش اكتر. كنا نخليها كده بوست سوري سوري بتاعك هنا ده كله بقى مبسوط كده، فهمت الفكره؟ لكن ما حدش يحاول يعمل اللي انا عملته بتاع ريسبونس موك اب ده الا بعد ما يتاكد الكود شغال عنده. تعالى نرجع تاني بقى نجرب الكلام اللي احنا عملناه ده. ريفرش دلوقتي دي لودنج صح؟ دلوقتي هيقلب بوست تايتل بوست كونتنت بوست سايد بار. اخيرا وليس اخيرا عشان ما نطولش اكتر من كده، حته الدريلنج دي انا كنت عامل اتوم من شويه. تعالوا الاول نعرض الكونتنت بتاع سوري بوست كونتنت ماشي، انا السايبر مش عارف في حاجه فهسيبه كده زي ما هو. فكره الاتوم ببساطه ان انا بمسح كل ده امسحه من البايبس، عشان كده اقعد اعمل 50 مليون ريل كده انا مش محتاج نعمل بروبس خلاص. بعد اذنك هندسه اعتذر منك بس في حفله عندي في البيت فمش عارف اركز خالص. طيب اتفضل بكمل السيشن في اليوتيوب. هنا الفكره كلها انا بقى معايا الداتا، هاجي انا اقول له فاكرين البوست اتوم اللي عملناه من شويه؟ اقول له دوت ابديت حط فيها البوست بس كده. هاجي بقى في اي مكان من اول هنا ابدا، حتى دي ماشي دي اخليها كده كده مش هتفرق معايا. هنا اجي هنا بالبوست توب همتع البروبس والبوست دي اقول له بوست اتوم دوت يوز ايتم
او اسف ده عايز البوست كلها ماشي، ممكن اخليها يوز فاليو لان عايز الاوبجكت كله بتاعي. هنروح عند الجزء ده هنا بوست اتوم دوت يوز فاليو. عندي ايه كمان ثالثه مش هستنى نعمل ريفرش وفي ايرور عندنا هنا ايرور ايرور ايرور. انا من لوج الايرور نشوف اللي حصل. لا الذي كتبته غلط. كانت بوز ديتيل صفر 37 صفر 7 سوري. حد يقول لي يا جدعان كله نايم انت اللي بتكتب بسرعة هندسة مش عارفين نلاحق اصلا. لا اداني نفس الكونتنت بالظبط، لكن الفرق هنا ما بقاش في عندي لازم تبقى مصحصح، ما بقاش انا اكتب على رايح يمين وشمال على كل الفايلات. الفرق عندي ان انا هنا بعمل ايه؟ ما بقتش اعمل انجكت، بقى اقدر استخدم اتوم في اي مكان دلوقتي في اي كومبوننت. لو انا عايز مثلا اليس على الكونتنت بس فاقول يوز كونتنت، سوري كونتنت، انا عايز دي كل ما دي تتغير هات الكونتنت بتاعي، اعمل لي ريرندر الكومبوننت دي. انا ما فضلتش اليوز فاليو الا في حالات معينه، لان هي بتعمل ريندر كل مره الاوبجكت كله او اي كي منه، الاوبجكت كله بمعنى صح بيتغير بتعمل ابديت. نفس القصه هنا، انا مش محتاج غير التايتل، يبقى اقول يوز برضه كده اقول التايتل. انا عايز دي لما دي تتغير دي تتغير. تعالى اوريكم الفكره. لوج هاندل ايه ده؟ لوج ريندر كونتنت. تمام، انا نبص هنا كده سريعا ريفريش ريندر كونتنت. تعالى نلغي ال ريندر التايتل ريندر كونتنت. تمام، معرض الكونتنت بتاع البوست تايتل احنا كده ناول كونتنت. تعالوا نيجي هنا مثلا هقول له بعد بعد مثلا 3 ثواني بوست اتوم دوت تشينج تايتل نيو بوست تايتل. نعمل فيش كامل ونشوف اللي هيحصل. تاني بوست تايتل بوست كونتنت. تمام، بوست تايتل بوست كونتنت دلوقتي هيعمل ابديت نيو بوست تايتل. بص هنا ايه اللي حصل، الوحيد اللي اتغير الكومبوننت بتاعت التايتل، الكونتنت معناها جنبيها بس ما حصلش ابديت. دي فكره الاتوم، هو بيتابديت على قد اللي انت محتاج تعمل له ابديت. بس بعد كده بقى الجزء اليو اي دوت، يعني انتوا اساتذه في عني بكتير لان انا مش محترف في يو اي للاسف، فده غالبا هيبقى الدور الاساسي بتاعكم. اتمنى تكون الدنيا بالنسبه لكم مضحك. ربنا يكرمك. فكره في الاستراكشر، ازاي تعمل استراكشر، ازاي تفكر في الحاجه، ازاي يعني زي ما عملنا في السيرفيس كده، ابني الحاجه في دماغك وخد التخيل من الديزاين اللي هتشتغل عليه كده، ابدا اشتغل. يعني انا لما جيت بصيت هنا قبل ما ابدا، يعني قبل ما اطلع اعمل يو اي، بصيت هنا على الصفحه دي لقيت ان في عندي في بوست توب كده، الموضوع اتقسم لجزئين على الشمال وعلى اليمين. ممكن على الشمال ده احطه كله في كومبوننت، على اليمين ده احطه كله في كومبوننت، بس انا اختصارا دلوقتي عملت ده بوست كونتنت بس، وده كله بوست سايد بقى. لازم يبقى عندك انت عينك كده بتقعد تقسم الصفحه لبلوكس، ما جاش اشتغل ككومبوننت. انا في عندي ده بلوك اهو، كيف عندي بلوك كبير شايل الاثنين دول، فهبدا اقسم دي لبلوك على الشمال وبلوك على اليمين. بلوك على الشمال فعندي كونتنت، بعد كده في صورتين في كونتنت تاني، هل ده كله هيبقى كونتنت واحد ولا هيتقسم؟ يعني حسب في الكيس دي المفروض ده كله كونتنت واحد. حرف الايه ده دايما كابيتال، فده برضه جزء من ستايل عادي. بعد كده عندي تاجز، يبقى عندي السايد بار الجزء اللي على الشمال اللي هو الكونتنت، في الكونتنت بتاع البوست، في التاجز ليست. على اليمين في عندي كالندر، في عندي مجموعه من الصور مالهاش اي لازمه في الحياه هنشيلها كده كده، في عندي السيرش والريسنت بوست. هبدا اقسم السايد بار ده، اقسمه الكومبوننت 2 3 4 كومبوننت. وانا كده قسمت الكوب بتاعي بشكل منظم، هستخدم الاتوم هقدر اتنطط في اي كومبوننت اجيب الفاليو اللي انا عايزها،
محتاج ان انا اعاني حته الديتا هاندلنج. والاهم ان انا من الاول هندلت الاي بي اي بتاعي، جبت الداتا بتاعتي كلها. طبعا لما نيجي نشتغل برضه نقطه ثانيه حضرتك، يعني مثلا تعالى نكتب مثلا انا هقول له مثلا هنا في ديسكريبشن عندي علشان يعني. هل انا كاتبه ده صح؟ لا، المفروض يتجاب من الاتوم بتاعي. لا انا بتكلم عن دي كلمه ديسكريبشن، افترض ان هارد هنا كلمه ديسكريبشن او كونتنت، افترض ان هارد كده حاجه زي كده. هل السطر ده صح؟ نظبطها ككومبوننت، يبقى كومبوننت ثابت خاص بالجزئيه دي. ماشي، هل بقى السطر ده صح؟ اخلي ال H واحد قبل ال B يعني؟ لا انا بتكلم على السطر ده، مش بتكلم على ال UI. حضرتك قصدك كده؟ ايوه، شكله هيقولها ولا ايه؟ سألت حضرتك ان هو هيتعمل له رندر كل مره الكومبوننت عمل لها رندر؟ لا، وهي اصلا ثابته مش محتاجه يعني؟ لا لا، مش للدرجه دي، مش هنقعد نقسم كل الدرجات دي، ده ده HTML تاج. ده كده بقى اوفر انجينيرنج، مبالغه، هيبقى اعلى من الليفل بتاعي. ايوه يعني صح. من ناحيه ايه؟ من شويه صوت. انا بسالك هل السطر ده صح؟ الكلمه اللي انا كاتبها دي المفروض دي كلمه ثابته عندي بتظهر قبل الكونتنت هنا، هل السطر ده صح؟ لكن في حد حسيت انه كان هيقولها من شويه. لو دي كومبوننت، لو دي كومبوننت فهتبقى غلط، ممكن استخدمها في حاجه ثانيه. لا انا بتكلم على السطر ده، ممكن اخليها دايناميك، ممكن اخليها دايناميك. لو انا ستاتيك الكلمه مش هتظهر هنا بس، هنا فوق الكونتنت على البوست بتاعتي هتظهر ازاي؟ خليها هي اصلا ستاتيك. ايه؟ ما هي بوست كونتنت لو هي بتستخدم ككومبوننت. لا ده الكونتنت، انا بتكلم على الكلمه اللي فوق الكونتنت دي، كلمه تبقى فوق الكونتنت. قصدك نعملها ككونستنت مثلا في مكان او في ملف وبعدين نستخدمها في كذا حاجه ولا لا؟ انت قصدك حضرتك ان هي ملهاش لازمه اصلا ظهورها، ممكن تبقى هيدر بدل ما هي كانها باراجراف. لا طب اسهل عليكم، هي حاجه ميسنج من الدي او دي اللي انا قلتهم من شويه. انا عندي اقتراح. لوكاليزيشن. الله ينور عليك، كنت لسه اقول، كنت عايز اقول من بدري بس قلت يعني ما عشان اقول السطر ده صح، السطر اللي انا كاتبه ده صح. دي طبعا لما حد يعمل حاجه كده في مشروع وعارف انه في اكتر من لغه، دي كارثه عالميه لا يتم الغفران فيها الا بالضرب النووي، يترفض على طول. يعمل هتيجي كده تعمل ترانسليشن ايا كان الطريقه بتاعتك، ممكن تحصل مونجز ترانسليشن في الديسكربشن. اكيد هنروح عند ملف سوري ملف الترجمه بتاعنا اللي هو غالبا في الكيس بتاعتنا دي اسمه لوكالز، هتدخل ده مش لازم عندنا، مش محتاج دي. انا بعمل جروب ترانسليشن، الباكج فيه اكتر من طريقه، مش عارف كنت شرحتها ولا لا، بس هنزل ليها فيديو ان شاء الله، بس الدوكيومنتيشن بتاعتها سهله يعني. دي فكرتها، باجي ادي له الكي بعد كده اقول له في الانجليزي هتبقى ترجمتها ديسكربشن، في العربي هتبقى لا ما شرحتهاش يا باشمهندس. خلاص هنزلها شرح ان شاء الله. بس كده اعتقد كده كفايه النهارده. تمام كفايه كده عليكم النهارده، تحبوا نكمل؟ خلاص كفايه كده عشان الشغل بكره، عشان الناس تصحى تشوف هتعمل ايه بدل ما تترفد كلها كلها بعدين حاطين ايدينا على خاتمنا. هل في حد عنده سؤال في اي حاجه في اللي انا اتكلمت فيه النهارده؟ اي حاجه مش واضحه ليه ولو بنسبه؟ طيب صمت جميل ده، معناه ان راجع الفيديو تاني اكيد ونذاكره كويس ونشوف. احنا راجع الفيديو تاني تمام. والتاسك اللي عليكم هي تبقى كبيره شويه، تاسك حلوه كده. الناس المتلهفه انها تبدا تشتغل يو اي، بما ان تقريبا ما كتبتش بربع جنيه اي في السيشن دي كلها، فهنحتاج عندنا كومبوننت اسمها هيدر، عندنا كومبوننت تانية للفوتر بتاعها برضه، احنا عندنا كومبوننت تانية كمان شغالين، وعندنا كومبوننت للفوتر تمام. عايزين نعمل اللي هو بتاع الكومبوننت دي، في عندكم واحد اتنين تلاتة أربع خيارات، أربع خيارات تختاروا منهم، يا إما تعملوهم عن طريق الساس موديولز، يا اما عن طريق الستايل كومبوننتس،
يا اما باستخدام مانتين يا اما باستخدام تيل ويند لو حد بقى في الشغل بيها او حابب يشتغل بيها. مانتين اللي انتوا عايزينه. اول تاسك دي هسيبها لكم كل واحد اشوف نفسه اختياره ليها. هي اربع اختيارات تاني هكتبهم اهو. تاس موديولز او ستايل كومبوننت اكي ايموشنال ستايل اللي احنا بنستخدمها غالبا انا مسطبه في المشروع. او اقترح احنا هنستعمل ستايل كومبوننت عشان هتبقى دايناميك. كل واحد لا انا الفكره كلها انا عايز اشوف كل واحد بيكتب ازاي. عايز اعرف كل واحد ايه الطريقه المفضله ليه. بس هي الويند ايه؟ ايه التاسك؟ اصلا؟ بس ساتر كنت بعمل حاجه ساتر. التاسك ان حضرتك هتعمل الهيدر والفوتر بتاع الموقع. الايكونز انا بفضل اشتغل بالتيبلر ايكونز. دي احب اشتغل بيها. وهي اوريدي لو انت شغال بمكان هو بيريكومند انك تستخدمها برضه عشان تستخدم الايكونز اللي فوق. في بقى نقطة. أنا لما باجي ريفيو حاجة أنا ما بحبش حاجة تبقى معمولة سلق بيض. يعني ما تكتبش مسمى مش ملوش معنى أو أنا مش فاهمه أو أنت مش فاهمه أو حد ما اللي يعرفني ولا يعرفك يجي يقرا وما يفهموش. سواء اسم فانكشن، اسم كومبوننت، اسم فاريبل، اسم أي حاجة في حياتك تلاقي اسم ليه معنى. اكتب سيناريو أو ورك فلو واضح سهل. مش واضح بس لا يكون سهل سلس في التعامل. نفس القصه بتكلم على مسميات الكلاسز بتاعتك او مسميات لو اشتغل بالسلد كومبوننت يبقى مسميات الكونستنس بتاعتك. ال واعملوا برضه دروب داون دي يلا شويه شقه حلوين. هل نزود التاسك بالنسبه تعمل صفحه بتاعت البوست ولا كفايه كده؟ في نقطه احنا نسينا نعملها. احنا ما اخترناش اليو اي لغايه دلوقتي. الساده الحضور الساده الجنتلمان والجنتل وومن الموجودين معانا في الميتنج ما اختاروش نعملوش اول تاسك انا طلبتها. لا قصد حضرتك نعمل انه هيدر مش الهيدر اللي موجود ده. ما احنا لما نختار الديزاين انا فتحت اللينك ده اللي هو كان موجود انا اصلا لسه ما رجعتوش يعني كان المفروض ان انتوا تراجعوه. طيب عندكم تاسك لغايه يوم الثلاث او الثلاث الاثلاث كتير لغايه يوم الاثنين هتخشوا ميتنج من غيري على الاقل خمس اشخاص يختاروا ديزاين واحد شايفينه مناسب ده اللي هنشتغل عليه ولا تختاروه انا همشي بيه من غير ما اخش معاكم. يعني فدي حته انا اشوف انت هتعملوها ازاي. انا عايز من باب الفضول ممكن نعمل كده مفيش مشكله بس انا حابب يعني حضرتك انت شفت بعض المواقع النهارده فقلت يعني ان ده ما فيهش ايه يعني ما فيش شغل كتير او كده احنا ممكن يبقى لنا نظره وتعرف ازاي شكله عامل ازاي. لا هي يعني الهدف من التاسك دي حاجتين. اول حاجه ان انتوا تحاولوا تتعلموا ازاي تنظموا او تتفقوا على ميعاد كل واحد ليه وقت شغله بس الاخر تعرفوا تخشوا من غير ما انا اكون موجود او حد يكون بشكل اساسي موجود. انا عايز يكون التعامل او التعاون جماعي ما بينكم. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انا افضل ميتنج ما يزيدش عن ساعة وما يقلش عن ساعة مثلا او ساعة الا ربع حسب المدة اللي هتحددوها وتشوفوا اكتر من ديزاين. كل واحد يشوف اكتر من ديزاين قبل ما يدخل الميتنج مش يدخل يستكشف معاكم وتختاروا الديزاين المناسب. الديزاين المناسب هنا اقصد بيه حاجة مهمة جدا. ديزاين قابل للتطبيق. ديزاين قابل للتطبيق ما يكونش حاجة هولمية. يعني مثلا تعالوا نبص على الهوم بتاعت الموقع ده. ده انا حاطط مثلا سيكشن ده فيديو الهوم دي هوم فيديو عايز هوم ثانيه انا اشوفهم مش فيديو هات لهم انا عايز لهم الاولى هوم الاولى. طيب شايفين ده الشكل ده كشغل عملي حلو ده شغل براكتيكال ما بيحصلش. ايوه هو في الغالب ده كله في الاخر عباره عن بانر. نتكلم واحد عنده موقع مش هيعمل الكلام ده الا لو عمله ستاتيك. دي النقطه لو هيسيبه ستاتيك والتعدل فيه برمجي هيبقى فاليد. لكن لو هو عايز يتحكم نفترض ان دي عباره عن سلايدر اصلا ومش حاطط فيها الهيدر او حتى لو حاطط فيها الهيدر بس عايز يبقى جزء من الصوره وهو اللي يتحكم فيها
بنسبة 99% أو بيريح نفسه، وده بيبقى أنا أشوفه الأنسب، بيرفع دي كلها عبارة عن صورة. فالجزء إن أنا أعمل البوتوم بيطلع والتكست ده بينزل ومش عارف إيه كده، ده مش واقعي. مش هي العملية لو أنا هعملها دايناميك. طيب الجزء ده ممكن يتعمل، هل هيبقى فيه فيديو بنسبة 99%؟ لأ. ممكن احط الحاجات دي، انا برضه شايف ان السكشن ده كله ممكن يترمي في الزباله صراحه يعني، ده رايي الشخصي. بوك ناو ده كويس، ممكن احط البوك ناو ده ممكن فعلا كسكشن. السيرفيس ممكن تتعمل بس ممكن تتغير كتكست، انا هو اصلا مش حاطط حاجه اصلا مفيده. ايه اور سيرفيس اصلا؟ انت واحد داخل يعني، تخيل كده تفتح مطعم، موقع مطعم، متوقع تشوف ايه فيه؟ او انت داخل تعمل فيه ايه؟ انت مش داخل تتثقف، دي النقطة الأساسية. داخل تطلب أكل، عاوز حاجة تطلبها. دي شايفة كويسة ممكن تتطبق. أبليكابل دي مالهاش أي تلاتة لازمة. دي طبعا مهمة وجوهرية وأساسية. ودي طبعا حلوة كبانر برضو أو ككونتنت ستاتيك بانر حتى لو معمول بيلد. شايفة كويسة مش وحشة. فده اللي أنا أقصده. تعال ناخد مثلا ديزاين تاني. افتح كده يا محترم. ده انا شايفه حلو الاخضر ده جدا. لونه صعب قوي بصراحه. انا ماشي بقى باللون، انا بتكلم على الفكره. انا بتكلم هنا لما تيجي تاخد تحدد ديزاين، ما انت ممكن الاخضر ده غير اللون بتاعه، بس لو الاستراكشر بتاع اليو اي بتاعه كويس حلو، وانا شايف ان دي فاليد جدا. السكشن ده فاليد جدا، السكشن ده حلو بس متعب جدا 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 ويتعمل. بس ده امتى يتعمل؟ لو المطعم اصلا بيقدم خاصيه ان انت بيلد يور ميل، او انك تبني الحاجه بتاع السندوتش بتاعك مثلا، غير كده ملوش لازمه. ده حلو جدا برضه، معقد بس حلو. ممكن يتعمل بالتقسيمه مثلا، نختار اتنين ايا كان، اعلى اتنين مثلا او اول اتنين يبقوا في النص، وتلاته على اليمين وتلاته على الشمال. شايفه حلو. ده الجزء بتاع البوكينج شايفه حلو. ده على حسب المطعم ممكن يتعرض ممكن لا. لو مطاعم مثلا فيهم شيفز كويسين او مميزين غالبا بيعرضوها. لو مطاعم حاجه مش زي الفرنشايز ما بيعرضش حاجه زي كده، يعني مثلا ماك مش هيعرض لك حاجه زي كده، كنتاكي مش هيعرض لك حاجه زي كده. ده لو في مثلا جزء خاص بالموبايل اب ممكن يتعرض. انا شايف الديزاين ده مور براكتيكال عن التاني، ده ملوش اي لازمه. التستمونيال برضه زي ما قلت، انا دايما بشوفها ان انت يعني بتعرض، خش اكتب اللي انت عايزه، وده على فكره اغلب المواقع بتعمله. ودي بانرز ممكن بقى تتحط، الحاجات اللي عماله تتحرك وتطلع وتدخل دي هي حلوه بس مش ابليكابل. دي ممكن تتعمل من الديزاين نفسه، هو اللي يقعد يلعب حاجه مش عاملها في الهوفر. طيب سؤال، لو هعمل دي ازاي ممكن اعملها دايناميك؟ ده سؤال لولبي ثعباني. كده كان كل شكل هنا مثلا شايفين الحاجات متوزعه في اماكن مختلفه باشكال مختلفه بصور مختلفه، يعني الخاصيه فوق، الفلفل على الشمال، والطماطميه تحت، انا عايز اعملها ديناميك من الايب، من الباك اند الادمن. اوكي ستايل كومبارك منها ازاي؟ لا هي تركيه سهله على فكره. وممكن يكون فيديو مثلا ولا ايه؟ قربت. كجاي اف ممكن من يو اكس مثلا. قصدي يعني لا قصدي يكون مثلا مصمم فيديوهات كده ممكن يعمل رجاز ماشي. انا عرضها ازاي بقى هنا كده؟ صح. ممكن دي تتعرض لما اجي اقف عليها يعرض عكس الهوفر، يشغل الفيديو عن طريق ان هو خلي الادمن يرفع لي صورتين لكل بانر، صوره بيهم وصوره من غيرهم. طبعا مش لازم اعمل بالشكل الافكت دوت، يعني يرفع الصوره من غير الجريدينت وصوره تانية بالجريدينت. الفكره كلها الترانزيشن هتحصل لما اجي هافر عليها اغير الباك جراوند التاني. يعني دي صوره ودي صوره، صوره وصوره. اي نعم طبعا مش هتطلع بنفس الافكت دوت اللي هو الحاجات اللي بتطلع بنفس التوزيع ده، بس ده انا شايف اقرب اقتراح لي. ممكن لو عملها اس في جي مش عارف صراحه ممكن تمشي ازاي، بس اعتقد ان دي ممكن يتعمل لها اكسبورت اس في جي
لو اس في جي بيسبورت الانيميشن حاجه زي كده تبقى حاجه عظيمه. مش عارف بقى هل اصلا في برامج ديزاين بتعمل حاجه زي دي ولا لا، اكسبورت الانيميشن من الهوفر بتاع صوره اس في جي لما اجي اقف عليها تعمل المنظر ده، ده صراحه مش عارف. وده برضو حلو، انا شايف الموقع ده الديزاين بتاعه براكتيكال جدا عندك. هو ده تحسه يعني قلت سيكا اكتر على فاين دايننج ريستورانت، ده هو مطعم مينتنس، لكن ده مطعم عملي، الديزاين بتاعه ده مطعم عملي. فاستاذنكم نختار ديزاين زي ما تفضل يكون في اجتماع ميتنج معانا لغايه يوم الاثنين، اختار ديزاين او لغايه يوم الثلاث، لغايه الثلاث حد واثنين وثلاث دي يوم تختار فيه ديزاين. السيشن الجاي ان شاء الله نشوف انا عملت ايه لما بدات اشتغل البيج، هنعمل حاجه زي كده بس هشد شويه، انا اغلب السيشن دي انا كنت بشرح انا بعمل ايه، لكن بما انتوا فهمتوا اغلب الحاجات دي احنا ممكن المره الجايه نتكلم عن الهوكس او حاجات تانية هتفيدكم برضو في الشغل بتاعنا. لكن مثلا الاستراكشر بتاع الفايلات حاجات مش عاده تاني خلاص، مش هتبقى مره واحده، فهنبدا ننجز الحاجات دي من غير ما نقعد نتكلم فيها كتير. هو لسه برضو ما اتكلمناش عن ان انا ممكن اجي اعمل رايت كليك هنا اجي اقول له جنريت مونجز اكت موديول واقول له مثلا بوست، هيجي يعمل لي فولدر زي ده. انا وانت فين؟ اب وليه الاب والبلوج؟ اه موجود بس فولدر ده بص كده عليه كل اللي انا كنت عملته من شويه هو رايت كليك على فولدر الاب بتاعي تاني، نعمل مثلا ميلز ميلز عندي مش عايز حد يعمله، انا عايز ناس تعمل حاجه بايديها عشان تفهم احنا بنعمل ايه. تستلش الحاجة، أي حاجة أنت لسه بتتعلمها ما تستخدمش أي حاجة، أنت لسه بتتعلم برمجة ما تستخدمش شات جي بي تي أو كوبايلوت، افهمهم كويس، فهمتهم، استخدم الحاجات اللي تساعدك أو تسرع عليك الشغل. غير كده لو أنت عملت كده من غير ما تكون فاهم أنت بتعمل إيه بإيدك أنت بتضيع نفسك، أنت بتضيع نفسك اكسبيرينس عالية، مش عالية اكسبيرينس، أنك تكون فاهم أنت بتعمل إيه. افترض ان الشات جي بي تي بقى بايد بفلوس كله ما بقاش معاك تمن او كوبايلوت مش معاك، تعمل ايه ساعتها؟ دي الفكره. او اي تول ان ممكن تستخدمها تسهل عليك، دايما اتعامل ان انت اتعامل دايما ان انت موجود في الارض من غير كهرباء، هتعمل ايه؟ هتعيش زي رجل الكهف، اتعامل انت رجل الكهف دايما في الكوب بتاعك. انا شبابكم ان شاء الله استفدتوا من السيشن دي، نشوفكم على خير ان شاء الله في لقاء قادم. هل تحبوا نخلي السيشن تبقى الساعه 10 ولا نخليها بعد صلاه العشاء مباشره في حدود 9 وربع 9 ونص؟ ممكن بعد صلاه العشاء خلاص، خليها على ديسكورد ان شاء الله نبقى نتناقش فيها عشان ما نطولش اكتر من كده. بس كده نشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب في لقاء اخر. هل في حد عنده سؤال تاني قبل ما نقفل؟ احنا كان نفسي نتعاون مع بعض في حاجه تاني غير اختيار الديزاين، وحضرتك تختار الديزاين عشان نلحق بسرعه نراجع الفيديو ونعمل التاسك. راجع الفيديو براحتك، اعمل التاسك زي ما قلت لك، هي دي المفروض هي مدتها ساعه، ايه الهدف منها؟ ان انتوا تحاولوا تتعاملوا، يعني نفترض ان انتوا مجموعه مع بعض دخلتوا مثلا مسابقه واتجمعتوا مع بعض بشكل عشوائي، هتتعاملوا ازاي؟ هي هنا دي الفكره منها، دي اكسبيرينس انت محتاج تعرفها تتعلمها ازاي تتعامل مع ناس ما تعرفهاش، انك توصلوا لحاجه مطلوبه منكم. تمام.
بس ده الهدف من الموضوع ده. والا كنت زي ما عملنا كده كل واحد يعمل لايك على الديزاين اللي عايزه وخلص على كده. بس ده اللي انا اقصده. زي ما قلت لكم برضو تاني اكرر، الورك شوب مش اساسها بس، او مش الهدف منها انك تعلم جزء تكنيكال، تعلم حاجات تانية غير التكنيكال. سوري الستاند بتاع المايك كان هيقع فحاولت الحقه. ماشي شباب. تمام يا باشمهندس، احنا هنحدد ميعاد مع بعض وندخل والدنيا تبقى تمام باذن الله. اتمنى. ماشي شباب. يلا. يلا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.